حاجه 21، السنه دي كلها 21 22 23 24. دور اول دور تاني بيقول لك دايمتر وفيرست واير كام؟ 3 تايمز. يبقى نكتب ايه؟ ايكوال. حلو. بعدين قال لك دايمتر اوف، خلاص خلاص، قال لك ريزيستنس اوف سكند واير 4 تايمز ريزيستنس اوف فيرست. ار ايه؟ طب ما تركز ركز. ار ايه قلنا؟ ار 2 4 تايمز ار 1. بعدين قال لي السؤال لينس السكند على لينس الفيرست، ما اتكلمش على الماتيريال، يبقى كده سيم ماتيريال. حلو. تبص بقى واحده واحده هتبقى ار 1 على ار 2 ايكوال. الرؤية مالهاش لازمه، تبقى ال 1 اوفر ال 2 تايمز اي 2 اوفر اي 1. درس وان ده درس. ماشي، اعمل ايه بقى؟ يبقى اشيل ار 2 خليها كام؟ اهو 4 ار 1. احول الدايمتر ليه؟ طب انا قلت لك ريشيو الدهات هي هي، بس لو عايز اخليها اريا يا سكوير، يعني انا من حقي اقول هنا اريا 1 9 اريا 2 صح؟ ماشي. طب بعدين اشيل مين بقى؟ اريا 1 واحط بدلها 9 اريا 2. هي ال 9 جت منين؟ عشان كل اللي عملته عملت ايه؟ سكوير. فمن حقك تشيل ار 1 مع ار 1 وتشيل اريا 2 معاه، هيبقى ايه؟ هيبقى 1 على 4 واحدة واحدة بتساوي ال 1 اوفر ال 2 تايمز 1 اوفر 9. حلو؟ بعدين الديفايدد ده يروح الناحية التانية بالايه؟ تبقى 9 على 4 هي ال 1 اوفر ال 2. هو كان عايز ال 2 كام من ال 1؟ في آخر خطوة أعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال 2 4 ال 1 اوفر يعني 4 على كام؟ 4 على 9. فالإجابة هتبقى سي. في مشكلة في كام؟ ده بسم الله كده. في مشكلة؟ الحمد لله. السؤال اللي بعده ايه؟ لا مش هنخلص، لو سؤال سؤال تصور هنزل لك انا البي دي اف كده كده، هنزل حصه يوتيوب بصور، انت باخد سكرين شوت بعض. بص يا ابني مين حل؟ تعال انت، تعال انت شكلك بتفهم. السؤال ده جه في امتحان مصر من 3 سنين برضه، عايز الاي نعمل ايه؟ يعني نجيب ارك ويفلنت، نجيب ارك احلام بوينتنج ولا ريدكشن؟ ريدكشن. ماشي، هي لو بوينتنج صح برضه بس ريدكشن اسهل. انا هطلع منين اهو؟ الكرنت هيحصل له ايه؟ هيتقسم لطريق 2 3 4. كام طريق؟ في واحده واحده كده. بص اللي هيمشي هنا دول ايه؟ سيريس اللي هي 12 و 6 بكام؟ 18. هيبقوا بارل مع التسعه. بارل مع كام؟ مع ال 9. فتقول لي في 18 هنا، لو انت مركز 18 بارل مع مقاومه ونصها الحل تبقى 6. حلو، يبقى الحفله دي خلصت. يبقى هنا ملخص الكلام واحده بسته، مش عايز دول خلاص. بعدين تاني اهو هيبقى السته دي سيريس مع الثلاثه لحد هنا، يبقى عندي كام؟ هيبقى عندي 9 اللي هي 6 و3 بارل مع ال 18 بارل مع ال 6 لان كلهم ليهم نفس النهايات. ففي الاخر هيبقى عندك 9. يبقى من حقي بص اختصر دي كده بواحده ب 9 اهي، فتبقى 9 18 6 الثلاثه ايه؟ بارل. تقول لي برضه مقاومه ونصها الحل 6 6 و6 3. يبقى الار ايكوفلنت اللي ما بيحبش الطريقه دي يعملها بوينتنج عادي براحته، هتطلع برضه 3. هجيب الاي ازاي بقى؟ ها؟ هيبقى في بي اللي هو 12 على 3 اللي هي ار ايكوفلنت بلس ار انترنال، يعني هتبقى 12 اوفر 3 بلس 1 12 اوفر
4 تطلع بكام؟ ب 3 امبير. في مشكلة؟ ماشي، ده برضه جه في امتحان 21 الإجابة تطلع ب 3. بص اللي بعده، بص اللي بعده، حل أنت بقى، حل. ليه اشمعنى؟ إيه اللي عنده فيه إيه؟ لا بس 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 بس، بص واحدة واحدة. الفولتميتر ده على إيه؟ على المتر. ففي 1 ليه قانون أهو، في بي ناس معايا؟ ماينس أي أر. في مشكلة؟ الفولتميتر ده على إيه بقى؟ على ار. يبقى قانونه ايه؟ اي في ار. قانونه ايه؟ حلو. هو عايز مين على مين بقى؟ في 1 على بس اهو، في 1 هتبقى في بي ماينس اي ار، ودي هتبقى اي في ار. انهي اجابه؟ هتبقى سي. هل صعب الكلام ده؟ انت فاهم يا بدر؟ وربنا لا هتتصف، خلي بالك في شامل. ماشي، مين يا حلو؟ تعال انت، اسمك ايه؟ بص يا عمر، بص يا عمر، بقول لك عمر في الدور الثاني 21 current of intensity i passing through a conductor of length l and the cross sectional area a. طب يا سيدي شكرا، مفيش اي معلومه يعني اضافه يعني. وين باتري؟ بص بقى الحته دي changes كده، انت غيرت الاي ولا غيرت الفي؟ باتري يعني في، يبقى الفي بي هو اللي اتغير، تبقى فاهم كده changes with different one the current passing through. بص الحته دي same conductor، يعني same conductor نفس الريزيستنس، نفس الايه؟ تاني على جنب كده، سيم كوندكتور معناها سيم ريزيستنس نفس المقاومه، يعني مقاومه ثابته. فقال لك الكرنت زاد 3 مرات، امال مين بقى اللي زود الكرنت؟ الكرنت زاد 3 مرات، لا يبقى الباتري. ننسى ايه؟ باتري، مش الباتري تشينجد؟ ده المفروض افهم نفسي كده ان الباتري زادت 3 مرات 3 تايمز. عارف ليه؟ لان من القانون اهو في بي بتساوي اي في ار مثلا. هو قال البطاريات زادت او اتغيرت، فده زاد 3 مرات، يبقى اكيد ده اللي زاد ايه؟ عشان ار مالها ثابت. عرفت ثابت منين؟ قال ايه؟ سيم كوندكتور. اما هو الراجل بيشوفك فاهم ولا لا، سالك ذا كروس سكشنال اريا اوف ذا كوندكتور، يبقى ايه زي ما هو ما اتغيرش. طب ليه ما اتغيرش؟ عشان الار ثابته، المعلمه دي كونستنت. طب ما دام المعلمه دي كونستنت دي بتساوي رو اي الا على ايه صح؟ هي ثابته، يبقى كل حاجه فيها ثابته، يبقى ده هيفضل زي ما هو ايه؟ فالاجابه هتطلع ايه؟ ماشي؟ انا ممكن اغير السؤال ده، اسالك مثلا الفي بي حصل لها ايه؟ زادت 3 مرات، لان الكرنت زاد 3 مرات، هو ساب كل القصه دي وسالك الريزيستنس حته جواها بقى الاريا حصل لها ايه؟ ريمينز كونستنت، يعني هتفضل ايه؟ ايه؟ لا سيم ماتيريال هي السيم ريزيستيفيتي، سيم ماتيريال، لكن سيم كوندكتور يبقى سيم ريزيستنس. في فرق؟ في مشكله؟ ماشي، بص اللي بعده، بص يا معلم، مين يحل؟ نختار حد. هو البنات ما بينفعوش ايديهم ليه؟ مش معانا في القصه؟ ماشي نختار حد. تعالى انت، اسمك ايه؟ حنين. بص حنين، معاك كام باتري؟ 3. كام باتري؟ ماشي 2. يا رب نركز. سؤال بس، بيزقوا مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يبقى اكيد واحده تشارجنج واحده ديس تشارج صح؟ طب مين اللي تعمل ديس تشارج قبل ما نحل؟ اللي هي دي ديس تشارج، يبقى اكيد الثانيه تشارجنج. كل ده قبل ما احل برضه. طب قبل ما احل برضه، اتجاه الكرنت قبل ما احل، اتجاه الكرنت يمشي مع مين؟ مع الكبيره، يعني ده هيبقى غلط صح؟
عشان بس ابقى فاهم، فالكرنت هيطلع من هنا هيكمل كده. كده انا خدت شويه المقدمات كده وفهمت المساله. هو قال لي ان في 3 بيقرا 0.8 فولت، اجيب مين كده بقى؟ كرنت. اقسم الفي على الار، 0.8 على 2 يطلع الكرنت كام؟ 0.4 اهو. حلو. هو عايز رايد في 1 ورايد في 2، كل واحد ليها قانون. في 2 قرايتها ايه؟ في 2 ايكوال في بي ماينس، ماشي، يعني ماينس تايمز جدع، تطلع 9.2 فولتج. كده انا جبت الديس تشارجنج. بعدين اروح اجيب في 1 صح؟ ففي 1 ايكوال في بي بلس اي ار. اشمعنى دي بلس؟ عشان دي تشارجنج، فهتبقى كام بقى؟ 8.0.4 تطلع 8.4 فولتج. دي الاجابتين، انيو تشويس؟ هتبقى بي. هو بالمنظر ده. نعم. بالعين ازاي؟ حلو. دي هتقل والتانية هتزيد، فبالاستبعاد. ماشي صح صح، بس احنا بنعلم الناس برضه يحلوها ايه واحدة واحدة. في مشكلة اهو؟ ماشي. حد عنده سؤال؟ تمام زي الفل، والله العظيم زي الفل. ده أول 5 أسئلة عنده إيه؟ سكينة في الحلاوة. حلو؟ يلا يا معلم. بص ده كرشف، مين ما بيفهمش كرشف هنا لسه؟ يركز يمكن يفهم. يا موسى بيقول لك اي 3 بكام؟ ب 2 امبير بس. بس فانا هعمل لوب مع مومن، نعمل واحده لوب كده. بص هنلف واحده كده. لا يا عم يا عم براحتك. مين بيقول انت عايز تختصرها مره واحده صح؟ ماشي. طب ممكن نجيب اي 1 بعدين اي 2 باعتبار ان انا طالب ضعيف، في محل واحده واحده. اصل اللفه الواسعه دي مش هتيجي في دماغ ناس كتير، انا عارف اللي هيحصل. فهم متعودين ياخدوا جنب وجنب، فنمشي كده مع الغلابه شويه. معلش اهو هلف مثلا كلوك وايز، بس انت ممكن تجيب خط واحده براحتك. يعني اعمل ايه بقى؟ نيجاتيف اي تي. اشمعنى؟ عشان دخلنا في النيجاتيف. بعدين مع ولا عكس كده؟ بلس كم؟ 2 تايمز 12 اللي هي 24. هنا مع ولا عكس؟ عكس. يبقى ماينس 6 جدع. في حاجة تانية؟ ايكوال زيرو. طب بالراحة بس انتوا. قول لي نيجاتيف 18 بلس 24 ايكوال 6 اي 1. معلش معلش عشان الشعب يعيش بس معانا. يبقى هنا 6 ايكوال 6 اي 1. يبقى اي 1 بكام؟ ب 1 امبير. ايوه يعني هنعمل ايه؟ كيسي ال نو فين. نعم يا ابني ماشي، ما ده اللي هعمله. هعمل واحده كيس ال بس اهو. ايه بالراحه، هو انا كده بسرعه يا ابني؟ ده هم اللي بيقولوا بسرعه وانا عمال اهديهم. انت مش واخد بالك ولا انت في ايه؟ مش فاهم يعني. هو بيحل بالعين وده عايز يحل بالخط وانا عمال اهديهم، انا اللي براب. ماشي هقف هنا اهو. مين دخل نقطه؟ اللي دخل 12 اللي داخل 2 امبير. حلو. واللي داخل اي 1 اللي هو كام؟ ادي 1 امبير. اللي خارج يبقى كام؟ اكيد 3. مش داخل 2 1 يخرج كام؟ 3. فهيبقى داخل 2 اهو، وهيبقى داخل هنا 1، يبقى اللي خارج كام؟ 3. بس هو هتقول له كده اهو اي 1 بلس اي 3 ايكوال اي 2، يعني هتبقى 2 بلس 1 ايكوال كام؟ 3 امبير. فالاجابه تطلع ب 3. ايه؟ عايز ايه؟ عايز لوب واحده؟ يا عم ماشي تعالى اهو. بس حبيبي بس يا ابني ثواني بس ثواني ثواني.
العزم مرة واحدة هتحل كده. بص العزم مرة واحدة هتلف كده. اللي ماشي هنا اي 3 واللي ماشي هنا اي 2 واللي ماشي هنا اي 2 برضه. فلو انت عملت لوب واحده هتقول نيجاتيف اي تي وبعدين بلس اي 3 بكام؟ ب 2 صح؟ يبقى 2 تايمز 12 وبعدين اللي ماشي هنا اي 2 يبقى 3 اي 2 بعدين ماينس 21 وبعدين انا بلف بلس 2 اي 2 ايكوال 0 عشان معاه. هنا بلف مع الكرنت وهنا بلف مع الكرنت في بلس كده. كم مجهول؟ كم انون؟ في اثنين اللي هو مين؟ بس هتوديه هو في ناحيه وجمع الارقام في ناحيه هيطلع لك نفس الاجابه. بص لو جمعت نيجاتيف 18 بلس 24 ماينس 21 ايكوال ودي الناحيه الثانيه هتبقى ماينس 5 اي 2. جمع لي الليفت هاند سايد ده والباقي سهل. فاهم؟ برضه الطريقه دي صح والطريقه دي صح. في مشكله؟ في مشكله؟ كنت عايز رفع ايده عايز ايه؟ تمام؟ ماشي. فالاجابه هتطلع كام يعني؟ 3. ده جه الدور الثاني في 21. حد عنده سؤال؟ ماشي. تعالى اللي بعده. نمبر 7. ايه ده؟ امتحان مصر 22. الرسمه ريكتانجل. بص يونيفورم كروس سيكشنال كفر واير والشيب ده ريكتانجل مستطيل يعني. حلو معايا بدر؟ وقال لي اللينس دبل الويتس يعني لو فرضت دي 12 دي تبقى ال. عندك مشكله؟ طب دي كام برضه؟ 12 ودي كام؟ ال. حلو تعالى نشوف بس هو عايز ايه. بس بيقول لك which two terminals should be connected to the electric source to obtain the greatest electric resistance. يعني من الاخر كده انا عايز اوصل ما بين اي من النقطتين بحيث يحل اكبر مقاومه. بص ثواني بس. اولا هتخلي السايدات دي ريزيستنس يبقى دي 2 ار ودي ار ودي 2 ار ودي ار لان الار دايركت مع مين؟ مع اللينز. طب انا هل اوصل البطاريه هنا؟ تنفع؟ ليه؟ ده دي اقل واحده. لان ساعتها هنا هيبقى عندي ار الكرنت هيتقسم كده. هيبقى عندي ار بارل مع 5 ار. فاللي فاهم سيلس وبارل كويس لما يقول لي ار بارل مع 5 ار الرقم بيطلع اصغر من اصغر واحده يعني اصغر من ار. ما ينفعش. يبقى الاحتمال ده غلط. اللي هو ام كي. طب اوصل فين مثلا؟ اوصل كي واي؟ لو انا وصلتها كده ايه اللي يحصل؟ ها؟ هيطلع معايا يوسف؟ الكرنت هيجي من هنا ويتقسم، في اللي هيمشي كده وخلص، وفي اللي هيمشي على واسع. يبقى عندي مين بارل مع مين؟ 2 ار بارل مع 4 ار، لو حسبتها تطلع 4 على 3. يعني 1.3333. هل دي اكبر واحده؟ لا، ايه اللي احتمال يدي اكبر مقاومه؟ اي حته دياجونال يعني يتوصل كده يتوصل واي ايه واي ام. اشمعنى بقى؟ لان الكرنت هيطلع من هنا كده هيجي هنا يتقسم هتلاقي الطريق ده ب 2 ار مع ار يعني كام؟ 3 ار. ادي مقاومه تبقى هنا كده ومقاومه هنا كده. طب والطريق الثاني هيبقى ار مع 2 ار يعني كام برضه؟ يعني رمضان هتبقى 3 ار بارل مع 3 ار تطلع كام؟ 1.5. يبقى ايه افضل حاجه او اكتر حاجه تجيب مقاومه؟ لازم يا كي اكس يا واي ام. فمين اللي موجود هنا؟ كي اكس. يعني السؤال ده لازم تحله بالاستبعاد والتجربه ملوش قاعده. ممكن تستنتج قاعده بعد ما تحل بقى. يعني لو انا عايز قاعده من الاخر اكبر مقاومه دايما ايه؟ الدايجونال. طب اصغر ريزيستنس لو وصلت مع السايد السمولست او السمولر اصغر سايد عايز ايه؟ بس ايه يا عم انت؟ لا بلاش ماس. لا بس مش خاطر بس شايف الشعب اللي انا شايفه ده بلاش ماس. تاني اكبر ريزيستنس لازم دايجونال. اصغر ريزيستنس مع السايد الصغير لو وصلت ما بين السايد ايه الصغير. مفهوم الحته دي؟
مفهوم يا جيسي؟ ولا مش معانا بقى؟ اتمنى يعني. دي جت في امتحان مصر كام؟ 22. هتبقى كيكس دي اللارجست. ولو انا عايز اجيب السمولست تبقى كي ام دي السمولست. او اكس واي او اكس واي سمولست. في مشكلة؟ ماشي بص لبعض. مين يحل؟ اختار حد جديد، وجه جديد، سيف. حل يا سيف. ده سؤال اومز لو فور كلوز سيركت. بيقول لك if the voltmeter read 18 when the switch is open. فهمت ايه؟ بص شد خط كده بيفور وافتر. اه بيفور. يبقى فهمت ما دام الكي اوبن يعني الاي بزيرو؟ يعني الفي ايكوال في بي ايكوال كام بقى؟ حلو. يبقى انا طلعت المعلومه ان البطاريه الالكتروموتيف فورس بتاعتها 18. حلو. بعدين نعمل ايه؟ هنقفل السويتش فنقول افتر. ايه اللي حصل بقى؟ قال لك بطاريه 15 وين ذا سويتش از كلوزد. حلو. في ايكوال ماينس اي ار. دي بكام؟ ودي كام؟ حلو. ماينس اي ار الاثنين مش عندي بس نطلع ايكويشن بس واحده واحده. يبقى اي ار بكام؟ ب 3 فولتج. ادي كونديشن. اللي فاهم نظري بقى هي البطاريه مكتوب عليها كام؟ 18. بس هي في الحاله الثانيه مطلعه كام؟ 15. مين اللي وصل له ال 15؟ الار اللي تحت صح؟ مين وصل له 15؟ الريزيستنس اللي تحت. فانا ممكن اجي على جنب كده اشد خط اقول في ايكوال اي في ار كابيتال. الفي بكام؟ ما ده اسمه في اكسترنال. ده اسمه الجهد الخارجي او الترمينال فولتج. ايكوال اي ما اعرفش بس الار بكام؟ 5. يبقى الاي بكام؟ 3. يبقى احنا كده جبنا الاي ب 3 امبير. هو كان عايز ايه في السؤال بقى؟ هو عايز الانترنال ريزيستنس. نعوض فين؟ في الايكويشن اللي جبناها. فتقول لو كان الاي 3 ار ايكوال 3 فال 3 تروح مع مين؟ فالار تطلع ب 1 اوم. فالاجابه هتكون دي. في مشكله؟ مين يحل؟ تعال انت. اسمك ايه؟ ماشي عمر. بص يا عمر لسه في امتحان 22 اهو. من سنتين جاله السؤال ده. In the shown electric circuit on increasing the value of variable resistance لما تزود ال R هل في مقاومة واحدة ولا دول عدد من الريزستورز؟ يعني في ريزستنس واحدة ولا دول عدد؟ حلو. فساعتها تقول لي ال R أعلى شكرا خدنا V2 increase. أدي نص الإجابة. في مشكلة؟ حلو. طب اللي فوق إجابة إزاي؟ V equal VB minus IR. طب وما دام الريزيستنس زادت الكرنت يبقى الكرنت قل. ما دام الكرنت قل يبقى الفي يزيد عشان انفرس. او في طريقه منتال انا قلتها قبل كده. قلت لك دايما الفولتميتر اللي على الباتري طول ما في ار انترنال يمشي معه. ما دام ده زاد ده يحصل له ايه برضه؟ انكريز. شوف الطريقه المناسبه ليك. المهم الحلين يبقوا ايه؟ انكريزز. انهي واحده؟ هتبقى ايه؟ ايه اللي اخر واحد؟ مين بيقول اخر واحده؟ اخر واحده ازاي؟ اخر واحده ديكريز. اه ماشي. والفاليبل انكريز عايز ايه؟ ايه الطريقه الثانيه؟ في قاعده انا قلتها قبل كده بصمجه كده من الاخر. لو اي فولتميتر على الباتل وفي ار انترنال في ار ايه؟ يعني مش بزيرو. دايما الفولتميتر على الباتري بيمشي مع تغير الريوستات. يعني شوف الريوستات حصل له ايه ده بيمشي معاه. فلو الريوستات قل ده يقل، لو الريوستات زاد ده على طول يزيد. ماشي؟ ايه؟ مش فارقه. الريوستات ده مقاومه متغيره هو زودها. ما دام الريوستات زاد يبقى الريزيستنس التوتال زادت. يبقى اي التوتال قل، يبقى التوتال كرنت قل. لو عوضت في القانون على طول ده انكريز. ماشي؟ في مشكله؟ في مشكله في كلامنا؟ ماشي تعال اللي بعده. في
فهمت؟ تعالى 22 كيرشوف تحل؟ لا انت حليت، عايز حد تاني. محمود بص عمو، ينزل شون الكتريك سيركت، عايز الفاليو اوف في بي 2 ذات ميك ريدنج اوف اميتر فانش. يعني ايه الاميتر فانش؟ يعني ايه الاميتر فانش؟ بيقرا زيرو، يعني هنا مفيش كارنت اصلا. شايف يعني كل ده اللي عملوه بالاحمر ده مالوش كارنت، مفيش كارنت هنا. الاي بكام؟ زيرو. يعني الكارنت هيطلع من هنا يمشي فين؟ هيمشي كده بس في الاير وال3 ار هنا بس. ده اتجاه الكارنت، افرضوا اي مثلا. ايه؟ دي ديد ماشي، دي ديد، دي مش ديد. هفهمك ليه؟ كده انت بس ايه عرفت اتجاه الكارنت، اعمل ايه بقى؟ اعمل لوب هنا. لو عملت لوب بتلف كده مثلا. واحدة واحدة اهو. دخلت فين أول حاجة؟ بوستيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف 6 اهو. بعدين مع ولا عكس؟ مع بوستيف كام؟ بوستيف اي ار. حلو؟ بعدين انت بتلف هنا اهو، مع ولا عكس؟ مع بوستيف 3 اي ار ايكوال 0. فودي الستة الناحية التانية هتساوي 4 اي ار، يبقى اي ار 6 على 4 يعني بتتكلم في 1.5. 1.5 ايه؟ فولت. يبقى انا فهمت ان الفولت هنا ب 1.5. الفولت هنا بكام؟ مع خالد يبقى الفولت هنا بكام؟ 4.5. اشمعنى؟ طالما 3 ما ده اي فار وده 3 اي فار، يبقى ده ياخد 4.5 فولت. عارف بقى لو واحد شاطر من الاول اصلا ما عملش كيرشوف نسب، هو ال 6 فولت هتقسم على دول بنسبهم، النسب 1 تو 3، فالفولت هيتقسم بنسبه 1 ل 3، فال 6 تبقى 1.5 ل 4.5 بالعين. ما جاتش معاك لوب وبالراحه. ماشي؟ لسه ما حليتش اهو. هو عايز ايه السؤال؟ هو عايز في بي 2 اهو. ففي بي 2 لو انا عملت لوب برضو هنا اهو، بص تخيل انا لفيت كده وانا بلف دخلت فين؟ نيجاتيف، يبقى نيجاتيف في بي 2 وانا بلف، هل هنا اصلا في كارنت؟ يعني هل في فولت؟ الفولت هنا بكام؟ زيرو، يبقى مفيش حاجه. طب وانا بلف هنا مع ولا عكس؟ مع، يبقى في فولت بكام؟ او بلس 4.5 ايكوال زيرو. خلصت ولا ما خلصتش؟ يبقى كل اللي هعمله هدي ده بالايه؟ الناحيه الثانيه، يبقى في بي 2 ايكوال 4.5 فولت. في مشكله مهمه؟ فاهم؟ واحد واحد. حاضر، واحد واحد. ايوه، ان ده بدل مع ده، صح. كنت هتقول كده؟ صح. في ناس شاطره بتلقط بسرعه، يقول لي ما دام ده ديد يبقى اكيد دي برل مع دي، فلو فولت هنا 4.5 يبقى هنا على طول 4.5. خلصت؟ مفهومه؟ في ناس اصلا هنا ما بتمسكش قلم، يعني في ناس انا شاطره ممكن ما تعملش كل اللي عملته ده. يقول لي مستر المساله دي بالعين. بص هنعمل ايه؟ مش عايز صوت. يقول لي اولا هنا ما فيش كارنت، يعني الكارنت كله هيمشي هنا. يعني اكنها دايره سيريس بعيدا عن كيرشو. فيقول لي السته تتقسم على الريزيستنس بنفس الريشيو 1 تو 3، فيقول لي بالعين 1.5 4.5. ما فيش كارنت يعني دي ديد، يبقى ده برق مع ده، يبقى دي كام؟ 4.5 في خطوه. من غير كيرشوف اصلا. مفهوم الفكره دي؟ لو الطريقه دي صعبه عليك اشتغل بالراحه بالمعادلات. مفهوم؟ مفهوم؟ مين اللي بقى السلك الفاضي؟ فين السلك الفاضي اصلا؟ فين السلك الفاضي؟ دي بطاريه. ده سلك فاضي؟ يا جدعان بطلوا الحشيش يا جدعان والنبي يا جدعان. ده سلك فاضي؟ دي بطاريه. ماشي. يبقى الفولت ده هو هو الفولت ده. فالاجابه تطلع كام؟ 4.5. في مشكله؟ ده امتحان 22 لسه، في 22 مين يحل؟ مين يحل؟ تعالى يا معلم انت. اسمك ايه؟ محمد ايه؟ شهاب. بص يا محمد، بيقول لك معايا 2 الكتريك ريزيستورز مقاومتين. صحيح؟ اللي وراك مش هيشوفوا اي حاجه.
two electric resistors resistance of first 3 times the second. ممكن اكتب الايكويشن يبقى resistance the first 3 times the second. في مشكله؟ طب بعدين when they are connected in parallel, parallel يعني نعمل ايه؟ قول لي برودكت. لا 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 حل طبيعي الاول بعدين نشوف مقاومه التلتاو السحر ده. طبيعي طبيعي برودكت على ايه؟ ايوه كده. فنقول ار1 في ار2 على ار1 بلس ار2 بتساوي كام؟ 3. نشيل كل ار1 نحط مين بقى؟ حلو. فهتبقى هنا 3 ار2 تايمز ار2 على 3 ار2 بلس ار2. ففوق تطلع 3 ار2 سكوير وتحت 4 ار2. نعمل ايه بعدين؟ نشيل دي مع الباور صح؟ فتطلع 3 اوفر 4 ار2 ايكوال 3. اه من حق اشيل 3 مع 3 الاول. بص اهو 3 مع 3 ودي اربعه الناحيه الثانيه فتطلع ار2 كام؟ 4. ار2 كام؟ طب ار1 ب 12 جدع. ليه؟ هترجع تعوض هنا ثاني اهو. تبقى ار1 هي 3 في 4 يعني 12. هو بقى عايز يوصلهم سيريس كده اهو. ادي واحده ب 4 واحده بكام؟ فتطلع كام؟ بس خلصت. فالاجابه تطلع دي. عايز امو اه 3 ده البرل. لا هما مش ايكوال. قال لك واحده 3 اضعاف الثانيه. اللي عايز يحل منتال بقى اللي عايز يحل منتال. مش هي واحده 3 اضعاف الثانيه؟ ممكن اقول مقاومه وثلثها الحل ربعها بثلاثة. يعني ربع مقاومه يطلع 3 يبقى المقاومه بكام؟ ب 12 صح؟ يبقى لو واحده 12 يبقى الثانيه 4. لما تاخدهم سيريس 16. ده لو دماغك شغاله بقى. دماغك مش شغاله احترم نفسك تعمل الكلام ده. في مشكله؟ ايه؟ بص هيقعد يخنقني بقى القصه دي. بس ما بقاش كل الامتحان بتحله انت. يعني على الاقل تلتين الامتحان بتكتب. ممكن اعدي لك سؤال اثنين ثلاثه خمسه بالعين ماشي. بس في حاجات محتاجه ستيبس. ما كرشه ما عادش يقول لي منتال يعني فاهم؟ ما تسعش عليا يعني حاجه زي دي انا اقبلها. دي اقبلها ماشي. لكن كرشه بتقول لي اصل انا حليتها منتال انا ما اعرفش احلها منتال. انت هتحلها منتال ازاي يعني فاهم؟ ده الاوبن باظ بس ما تسعش. ها؟ ايه؟ يعني ايه بعد الحته الاسود؟ الاحمر ده؟ تاني حاضر. بص يا معلم بص كلها بدأنا انا عارف. بيقول ان في ريزيستنس ثلاث اضعاف الثانيه. في مشكله؟ حلو. بعدين اعمل ايه؟ قال لك وين كونكتد ان بارل. كونكتد ان بارل فالبارل هتعمل برودكت على الصم. قال لك ايكوال 3. هشيل بقى كل ار1 واحط بدل ايه؟ 3 ار2. فيطلع 3 ار2 تايمز ار2 يبقى 3 ار2 سكوير. وهنا 3 ار2 بلس ار2 يبقى 4 ار2. فمن حق اعمل سمبليفاي اشيل ار2 مع واحده من الباور. فتطلع 3 ار2 على 4 ايكوال 3. هشيل 3 مع 3 هودي ال 4 دي فوق بالتايمز تطلع ار2 في 4. ما انا قلت بقالي ربع ساعه قلت الكلام ده محدش فاهم. قلت ارجع للشعب انزل تحت خالص. فتبقى ار2 ب 4. ارجع اعوض هنا اهو اشيل دي احط 4 يبقى 4 في 3 بكام؟ ب 12. يبقى انا عندي ار1 ب 12 وار2 ب 4 اهي. وصلهم سيريس بقى. لما توصلوا سيريس يطلع كام؟ تعمل بلس يطلع كام؟ 16. في مشكله؟ في مشكله بكام؟ ايه؟ ايه؟ الحته الحمراء؟ خرب بيت الماس على اللي اخترع الماس. يا رب يا رب يموت الماس اهو. 3
اه يا عم ايه بالراحه تاني اهو تاني اهو رجاله مش عايز رجاله اهو هشيل ار2 مع الباور هتطلع كده 3 دي ار2 على 4 بتساوي 3 فشيل ال 3 مع ال 3 يعني الحق مصحح اهو مصحح فتطلع كده بعدين تعمل ايه؟ قالوا لنا الديفايدد يروح بالتايمز فتطلع ار2 ايكوال 4 ومصعب كان جيفن والله العظيم مش جابلي عند امي كانت جيفن على كوين كونكت امبارح ايكوال كام؟ 3 تمام؟ الحمد لله حد عنده سؤال؟ ماشي بص اللي بعده 22 لسه سؤال كيرشوف تقليدي مين يحل؟ عمرو اختار عمرو اللي جاي اللي جاي وانا بص يا عمرو عندي كام نوم؟ 3 يبقى كام ايكويشن؟ واحده ايه؟ واثنين ايه؟ كلام جديد جدا صدق اول مره اقول الكلام ده بص يا معلم حاوف هنا مين داخل؟ اي 1 واي 2 ايكوال اي 3 عشان دول ان واي 3 اوت طب رتبه اي 1 بلس ماينس ايكوال 0 ولا امر انت معايا؟ فين امر؟ معايا انا عارف انا بعمل ايه ولا في ولا تايه ولا ايه؟ معايا؟ ايه؟ ما انت كنت بتغيب انت غيب انت جيت مرتين مش غبت مرتين انت جيت مرتين ماشي انا عملت ايكويشن كي سي ال بس اهو اهو اي 1 بلس اي 2 ايكوال ايه؟ اي 3 ماشي عايزين نعمل لوب بص هنلف هنا كده بس اهو اول حاجه اهو مع الكرنت العكس يبقى بوزيتيف 6 اي 2 نيجاتيف 10 جرى عشان دخلنا في النيجاتيف بعدين دخلنا في البوزيتيف 12 وبعدين مع العكس يبقى نيجاتيف 4 اي 1 ايكوال عشان وانا بلف هنا الروتيشن عكس الكرنت رتبها يا عمرو استنى بس يا عمرو معلش ايه يا باشا؟ حاضر حاضر يا امير حاضر من عينيا الجوز انا هلايفك انا هشرح لك بص كل اللي انت عايز اقوله لك بص اهو الروتيشن مع الكرنت صح؟ يبقى ناخدها بوزيتيف 6 اي 2 اهي وانا بلف تحت بقى هتلاقي السهم ده عكس الازرق معايا ولا عكسه؟ يبقى نيجاتيف 4 اي 1 ماشي نرتبها بقى يبقى نيجاتيف 4 اي 1 6 بلس 0 ايكوال جدع نيجاتيف 2 في غلطه تاريخيه كله بيغلطها بيحسب لي دول بيطلعوا كام؟ بوزيتيف 2 يوديهم الناحيه الثانيه بوزيتيف برضه فخلي يقول لي كيرشوف ما بيتحلش ما هو مش مركز او يا اما بياخد النيجاتيف قال يعني الولد مركز يقول لي ودي الناحيه الثانيه بوزيتيف تبقى 10 وينسى ال 12 يقول لي بتطلع ليه غلط في رقمين الناتج بتاعهم بوزيتيف 2 لما يروحوا الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 2 يبقى دي المعادله الثانيه فاضل لي كام ايكويشن كده؟ واحد نلف فين؟ يعني واسع يا تحت؟ تحت احسن؟ يا عم طب حلها انت تعال اهو يا عم هو انا هسمع كلامك انا هسمع كلامك والله اهو هسالك اهو مع ولا عكس؟ جرى يا بوزيتيف 4 اي 1 دخلت في ال في الباتري بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف اقرا ايوه كده نيجاتيف 12 بعدين انا بلف معايا يبقى بوزيتيف 8 اي 3 ايكوال رتبه يبقى 4 اي 1 مفيش اي 2 يبقى 0 اي 2 بلس 8 اي 3 ايكوال 12 ودي الايكويشن ايه؟ تالت الناس بقى تحط التلاته ايكويشن دول على الكالكوليتر موت 5 2 هو كان عايز مين بقى في الاجابات؟ هو عايز الكرنت اللي ماشي في الثمانيه ان هو عايز اي 3 فانت المفروض هتطلع تلات اجابات اي 1 واي 2 واي 3 صح؟ انا ما يفرقش معايا اي 1 واي 2 اي 3 بكام بقى؟ 077 امبير فالاجابه هتطلع
سي. ده سؤال تقليدي يعني مش افتكاسة. سؤال كيرشوف طبيعي جاء من سنتين، السنة اللي فاتت واللي قبلها ما جاش كده. تعالى حلو امتحان الدور الثاني 22، حل انت كيرشوف برضه. بيقول لك ان ذا شون كلوزد الكتريك سيركت ذا فاليو اوف في بي. بص هنعمل لوب فين الاول؟ شمال يعني. ماشي اهو تعالى هنعمل لوب هنا. بص اول حاجه ثواني، طب بس عشان خاطري بس ثواني غلط همشي ورا. انا عارف دخلت فين هنا نيجاتيف، يبقى نيجاتيف في بي. بعدين انا بلف اهو مع العكس كارنت عكس يبقى ماينس 1 ار اهي. بعدين هنا مع والعكس يبقى بوزيتيف كام؟ 2 ار تايمز 2 صح؟ يبقى بوزيتيف 4 ار ايكوال 0 صح؟ حلو. ودي الفي بي الناحيه الثانيه ثانيه واحده بس. يبقى الفي بي بتساوي 3 ادي ايكويشن. في بي بتساوي كام؟ 3 ار اللي هي 4 ماينس 1 بس انا معيش الار لسه. يبقى نعمل لوب هنا. فبص لو لفينا كده دخلت فين اول حاجه؟ نيجاتيف ولا وسط؟ يبقى نيجاتيف 14. بعدين هنا مع ولا عكس؟ بوزيتيف 1 تايمز ار يبقى بوزيتيف ار. وانت ماشي هنا بقى اللي ماشي هنا كل ده 3 امبير، كل ده 3 امبير يا راجل يا طيب. هنا مع ولا عكس؟ مع بعض اهو يبقى بلس كام؟ 3 ار. بعدين بلس مع ولا عكس هنا؟ فعندك 3 في ار تاني كل ده يكوال كام؟ 0. يبقى 14 لما وديها الناحيه الثانيه بتساوي 7 ار. يبقى الار بكام؟ حلو كده جبنا الار. الار ب 2. ارجع اعوض فين بقى؟ اعوض هنا هخلي دي ب 2. 2 تايمز 3 تطلع كام؟ تطلع 6. يبقى الفي بي ايكوال 6 فولت. في مشكلة؟ طبعا هو كان عايز الفي بي. ايه؟ ماشي بس مش هتفيد حاجة يا ابني. ما انا لو وقفت هنا فادتني بايه؟ داخل 3 خرج 2 1 3. يعني هكتب كده 3 يكون 2 بلس 1. هل استفدت حاجة؟ فمالهاش لازمة. هو الراجل مساعدك مديك الاي 1 والاي 2 والاي 3. ماشي. لا لف من اي نقطة اي كورنر، الروتيشن من اي كورنر، لف وارجع من اي كورنر. عايز ايه؟ هنا؟ لا مكسب خسارة لو اوبن باص. ماشي؟ في مشكلة وصلنا؟ مين يحل؟ ولا بدر؟ هديك قفا؟ ركز معايا. يلا بس. لا مفيش جوه. لما نخلص اللي فاضلين. تحل؟ تعالى يا ماما. يا مسهل بص مو في الدور الثاني 22 بيقول لك ذا جراف شو ريليشن ما بين الريزيستنس 1 اوفر فوليوم. في قانون، في قانون صح؟ انيو كاتل رو اي ال سكوير على فوليوم صح؟ ده القانون. طب ليه ما كتبتش القانون العادي اللي هو رو اي ال على ايه؟ عشان مش مناسب للرسم. حلو. مين السلوب؟ السلوب عشان اطلع اللي عندي ده وده رو اي في ال سكوير. بس لو جيت قريت السؤال قال لك سيم ايه؟ يعني ايه سيم لينس؟ يعني اللات كلها ثابته. يبقى السلوب مين؟ السلوب اللي فاضل هو رو اي. والسلوب كان بيساوي تان ايه؟ تان سيتا. يبقى مين عنده سلوب اعلى؟ اللي هو هيبقى عنده زاويه اكبر 4 ثم 3
ثم 2 ثم ايه؟ يعني لو كتبت كده رو اي 4 رو اي 3 رو اي 2 جريتر ذان رو اي 1 الكوندكتيفيتي بقى تبقى العكس تبقى كوندكتيفيتي 4 less than 3 less than 2 less than يعني كوندكتيفيتي 1 اعلى واحده يعني 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 فهتبقى سي يا ابني عشان القانون المناسب للفوليوم انتوا ليه بتنسوا؟ لسه اعرف ليه بتنسوا؟ مش ده القانون العادي؟ ما ينفعش فهعمل تايمز ال فوق وتحت ايه؟ ايه؟ هل الريزيستنس؟ ماشي تمشي صح في مشكلة في الكلام في مشكلة؟ ايه؟ ماشي صح ما هو شبه اللي هو صح صح بص بقى مين يحل؟ اختار حد جديد حد جديد ما حلش لا غيرك مين ده تعالى انت ما حلتش قبل كده روجر روجيه بص امتحان تجريبي 23 بص بيقول ايه؟ مديك جراف ما بين الفي والاي بس انفرس يبقى ده الفي اللي على باتري ولا الفي اللي على ريزيستور؟ الفي اللي على الباتري هو بص حتى لك سؤال ايه؟ ريليشن بتوين تيرمينال فولتج اوف باتري يعني هو قايل لك ده الجهد الطرفي للبطاريه مع الكرنت ففي قانون خدناه بيقول ايه؟ او ممكن في ايكوال في بي مالها صغير هي هي ماشي طب مين ده؟ ده الفي جدع يبقى نحطها هنا ايه 8 ايكوال في بي معرفش لان الفي بي هي النقطه دي معرفش اعرف اجيب الاي الاي بكام؟ 4 يبقى ماينس 4 الار انترنال بص جيفن بكام؟ قال لك الانترنال ريزيستنس ب 0 بوينت يبقى من حق اول تايمز كام؟ هاف اكمل ازاي بقى؟ حول 8 ايكوال في بي ماينس 2 صح؟ فدي تروح بالايه؟ بالبوستر فتطلع ان الفي بي بكام؟ الفي بي ايكوال 10 فولتج ايه؟ هتقول طريقه ثانيه قول ماشي لا لا صعب 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 صح صح بس بلاش صح في مشكلة في الكلام ده؟ ايه؟ يا عم اهو ترنال فولتج اوف باتري وكمان ما دام انفرس يبقى لازم باتري لو ريزيستور يبقى دايركت لا ما ينفعش عشان ده انفرس برضه اي فور لازم يبقى دايركت ما هتبقى برضه على باتري ما فيش غيرها ما ينفعش تبقى انفرس على ريزيستور فاهمني؟ في مشكله في الكلام ده؟ يا موسى استنى بس نرجع كده بدي الاجابه تطلع ايه؟ بي مين يا حلو؟ شوف حد كده جديد شوف مين بنت بقى كفايه ولد حل انت اه بص ركز معايا امتحان 23 انتوا متعودين في الامتحانات بيقول لك كلوز الكي هيعمل اوبن هنا بقى يعني هو كان كلوز هيعمل ايه؟ فانا هحل بفور وافتر الاثنين دول كانوا ايه؟ كانوا بره حلو الاول كانوا كام بس الار؟ 0.5 حلو دلوقتي لما انا فتحت سويتش هتبقى ار بس ليه ار بس؟ لان دي بقت ايه؟ بدد يبقى ايه اللي حصل للريزيستنس؟ زادت اللي بيفهم هيقول لي حصل ريزيستنس انكريزز يبقى ايه اللي يحصل للاميتر؟ الاميتر يحصل له ديكريزز لان التيار اللي ماشي هنا كان بيعدي على مقاومتين بنص فلما اشيل دي بقى بيعدي على مقاومه اكبر بار فالشحنات اللي هتعدي والتيار اللي هيمشي قيمته هتقل
بكده دي ديكريز. حلو. طب هنا بقى الفي في ايكوال في بي ماينس اي ار. ايه اللي حصل للكرنت؟ قل. ايه اللي يحصل للفي؟ انكريزز. طب داني تشويز هيبقى اميتر ديكريز بالترتيب والفولتميتر انكريز، يبقى الاجابه هتكون ايه؟ ده امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. ها وكانه ريوستاتين شبه في نفس المنطقة صح. في مشكله في الكلام ده؟ اخر انت تاني، مش انت فتحت السويتش؟ يعني بدل ما كان عندي هاف ار بقى عندي بالار مالها؟ يبقى الكرنت بس في في ايكوال في بي ماينس اي ار. الاي اللي في الفي هيزيد، ما هو الاي اللي فوق ده اي برانش، البرانش قال يبقى التوتال قل، ما هو التوتال جاي من هنا اهو، هيجي هنا يتقسم. خلاص يا رجاله يا ابني الار توتال كلها كلها زادت. بص حلها بالراحه، دول كانوا نص بارل مع ار تطلع ار اوفر 3 بلس ار سيريس تطلع 4 اوفر 3 ار. طب لما انا افتح سويتش يبقى عندي ار بارل مع ار كام؟ بلس 1.5 كانت 4 اوفر 3 يعني 1.3 بقت 1.5، يعني التوتال ريزيستنس انكريزز. يبقى التوتال كارنت اهو، التوتال كارنت يحصل له ايه؟ ديكريزز. يبقى كده الفولتميتر انكريز. فاهم؟ لو توه تحلها بالراحه بيفور وافتر. في مشكله؟ بص اللي بعده 23 برضه، سؤال اهبل من الهباله، اهبل من الهباله. اللي هيقول لي ضد هضربه بالنار الاول، بس كده هضربه بالنار. انت لا لا اللي قدامك بقى. ايوه يوسف صح؟ حلو. الكرة داخل من هنا اهو، عايز ار ايكويفلنت. دول ايه؟ سيريس بكام؟ تور. وهنا عندي كام؟ وهنا عندي ار، وتحت في سيريس برضو كام؟ تور. يبقوا التلاتة ايه؟ برل، لان ليهم نفس النهايات ونفس البدايات، فتبقى 2 ار بارل مع 2 ار تدي ار، بارل مع ار نص ار بس كده. يعني الرسمه في الاخر هتبقى كده. بس وتحلها. يا ابني ما بتبقاش كده، لازم تبقى واقفه كده. بطلوا بصمجه، لازم الطياره يتقسم لفرعين مش ثلاثه. يعني انا قعدت اقول لكم القصه دي امتى يبقى في ديد؟ لما تبقى كده. مش لازم الطول اسمها لما الطياره يتقسم لفرعين. تقسم لكام فرع هنا؟ يبقى عادي سيريس وبرد. لو فرعين دي بتبقى ديد. بس بشرط ريشيو ده على ده يساوي ريشيو ده على ده. مش كده يعني. ماشي. مين يحل؟ عايز طالب شاطر، عايز طالب شاطر بقى، حد بيفهم. اختار مين؟ اختار الراجل ده محلش. ايوه انت. انت عامل تلاتة وزفت 20. جايب مسألة كيرشوف غير تقليدية. وعايز واحد بيفهم بيفكر. بص عايز ريشيو اي 3 على مين؟ اي 2. يعني سؤال كيرشوف بس غير تقليدي، مش هرص ثلاث معادلات حطهم على الاله يطلع لي ثلاث مجاهيل، لا انا هختار لوب معينه هي اللي تجيب لي الحل. فانا هلف الاول على واسع. اشمعنى الف على واسع؟ اشمعنى؟ قول كده. اه اشمعنى الف على واسع؟ لا علي صوته. ايوه لا مش عشان في بي، علشان ما فيش غير النون غير واحد اي 3 هجيبه بدلاله في بي. فانا بلف اهو دخلت فين؟ يبقى نيجاتيف 2 في بي. بعدين انا بلف مع العكس يبقى بوزيتيف 2 اي 3 ايكوال 0. كمل كده ودي دي الناحيه الثانيه 2 اي 3 ايكوال 2 في بي. يبقى ال 2 تروح مع ال 2. يبقى اي 3 بكام؟
ب في بي. كده جبت ايكويشن مهمه ان اي 3 بيساوي في بي. عايز اعمل لوب ثانيه يكون فيها اي 2 عشان اعرف اجيب ايكويشن. بص يلف في المثلث ده، يلف من تحت كده وعدى الاي 2. شوف انا سالك الاثنين صح. تعال لف في المثلث ده يا عم. لو لفينا كده اهو، نعم العكس، معلن الكرنت ماشي كده اهو، يبقى بوزيتيف 2 اي 3. بعدين انا بلف كده اهو عكس الكرنت، عكس لان الكرنت ماشي كده، يبقى ماينس 4 اي 2 ماينس في بي ايكوال. من حقي بقى اشيل في بي احط مين؟ اي 3. يبقى انا من حقي امسح دي كده اهي، احط بدالها مين؟ اهو اي 3. يبقى 2 اي 3 ماينس اي 3 يبقى كام؟ 1 اي 3. وادي دي الناحيه الثانيه يبقى ايكوال 4 اي. طب ما المساله اتحلت، هو كان عايز مين على مين بقى؟ اي 3 اوفر في اي 3 4 اي 2 اوفر اوفر اي 2. مش عارف اكتبها، تعالى اكتبها تحت 4 اي 2 اوفر اي 2. فتطلع كام؟ تطلع 4 اوفر 1، يعني الاجابه دي. عادي ازاي كلها النورز يا حضرات؟ ثانية واحدة بس، بقى لهم سنتين السنة اللي فاتت واللي قبلها بيجيبوا سؤال كيرشوف مش عادي، يعني مش 3 ايكويشن تحطهم على الآلة يطلعوا اي 1 واي 2 واي 3، ما بيجيش كده. بقى بيجيبوا يدخلوا فيها شوية ماس، ان انت لازم تفكر اخد انهي لوب يطلع لي ايكويشن تربط لي بحاجة واجيب لوب تانية اجيب معادلة تانية واعوض، ويدخلوا فيها الرياضة. فلازم ده يشتغل. ايه؟ ممكن ايه؟ ايه اي 4 دي؟ اي توتال؟ بعدين طب وبعدين؟ لا هتصعبها على نفسك. لا حد يعرف يحل السؤال ده بطريقه اسهل؟ بطريقه اسهل اسهل من كيرشوف. هي في طريقه اسهل؟ حد يعرف بطريقه اسهل؟ حد يعرف يقول؟ تعرف صيف؟ استنى بس من البار تتكلم. قول يا سيف. يا ابني من غير لوب، من غير لوب اقولها انا. ليه؟ لا غير ريش يا راجل بالبرد. لو واحد كويس سيريس وبرلي يقول لي انا من غير كرش فعلا بالعين. ده برلي، ده برلي، ده برلي اللي فوق. فالفولت ده كام؟ 2 في بي. يبقى الفولت فوق كام؟ 2 في بي. يبقى لو قسمت ال 2 في بي على 2 يبقى اي 3 يساوي كام؟ في بي في خطوه، في خطوه واحده. وتكون شخص ذكي برضه. بص مش اللي تحت 2 في بي؟ فهتبقى الفرع ده برضه هياخد 2 في بي. كل ده ده خد كام؟ في بي. يبقى ده ياخد كام؟ في بي. يبقى الاربعه اقوم عليها في بي. لو انا عايز اجيب اي 2 هقسم الفي على ار بس، يبقى اي 2 يساوي كام؟ هيساوي في بي على 4. كده جبت اي 2 وجبت اي 3، خلصت قسمهم على بعض تطلع 4 على 1. ماشي؟ طبعا الطريقه دي للخارقين، بقول للناس الجامده. ماشي؟ اللي مش فاهم حاجه يحترم نفسه يحلها كرشه. تاني الفرع اللي تحت ده برل مع ده، برل مع ده، برل مع اللي فوق. ففي البرل اللي فيه ثابت، ناس معايا؟ في البرل اللي فيه، فالفولت هنا 2 في بي، يبقى الفولت فوق 2 في بي. اقسم الفي على الار، 2 في بي على 2 تطلع في بي. يبقى اي 3 يساوي كام؟ مسكتش قلم بعناية اهو، 2 في بي وهنا 2 في بي. طب دي خدت في بي، دي تاخد كام؟ في بي برضه. طب عايز الاي اللي هنا، اقول في بي على ار، ده على ده فولت على ريزيستنس، يبقى دي تساوي في بي على 4. وبعدين تقسم بقى اي 3 على اي 2 تطلع 4 على 1. ماشي؟ ما جاتش معاك حلها كرش. دي جت السنه اللي قبل اللي فاتت. ها ايه؟ ما انا قلت حليتها قبل كده واحده قبل كده. بترتبهم اي 1 اي 2 في بي. مالهاش علاقه بدي، مالهاش علاقه بدي. ماشي تعالى بعد بس. ماشي؟ بص لبعض. مين يحل؟ سؤال يا استاذ. تعالى انت. انت لابس ابيض؟ لا لابس ابيض الاول.
لو صابت انت لابس اهلي انت مش هتحل ابدا. لابس اهلي ليه قدامك؟ تحبه؟ ماشي ايوه كده. اسمك ايه؟ مش عاجبك ولا حصفيه؟ اسمك ايه؟ انت تلبس اهلي. يوسف ماشي السؤال اللي بعده. تعالى انت بقى. بص يا رحمن. بص يا حبيبي. بس يا جد. سؤال 23. بيقول لك ان ذا الكتريك سيركت اف ذا فولتميتر ريدنج وين ذا سلايدر از ات بوزيشن ايه؟ هنا اهو. هل ده معانا يا رحمن؟ لا. فالفولتميتر بيقول لك كام؟ 12. جدع. ليه الفي بي ده؟ عشان مفيش غير ريزيستور واحد. فقلنا الطاقه اللي طالعه من المصادر تستهلك في الدايره. فده لو واخد 12 يبقى اصلا البطاريه مطلعه كام؟ يبقى انا كده عرفت معلومه ان الفي بي على جنب ب 12. مع ان هو ما قالش في بي، هو قال الفولتميتر. بس انت فاهم ان ده هو الفولت ده. ماشي ثم فين بقى السلايدر يروح فين؟ يعني بقت كده. يعني انا في ريزيستنس عندي هنا معايا. ايه اللي حصل للفولتميتر؟ بقت 3. امسح بقى كده. الفولتميتر ده واخد 3. حلو. نجيب الايه؟ ازاي؟ الاي توتال هيبقى 3 اللي هو الفي على ار. مفيش غير القصه دي اللي انا معايا ده. معايا ده معايا الفولتين. فيطلع اظن 0.6. ده الاي توتال. ثم يعني ممكن نكتب قانون. ماشي صح. بس ممكن تلاقيها بالراحه بعدين نقول كل المنتال براحه. تقول كده اي فار ايكويفالنت صح؟ الفي بي بكام؟ ب 12. الاي بكام؟ 0.6. الار ايكويفالنت ما اعرفش في الاول. تعرف تجيب ار ايكويفالنت؟ هنودي دي بليه؟ فيطلع ان الار ايكويفالنت بكام؟ 20. تطلع ار ايكويفالنت بكام؟ مش الار ايكويفالنت دي عباره عن ار الريوستات بلس 5؟ يبقى الار الريوستات كام؟ 15. هو عايز دي. فتطلع طبعا ب 15 اوم. دي طريقه. في طريقه ثانيه؟ بعد تجيبها نسب. بص الشخص اللعيب يقول لي دي 12، دي كام؟ يبقى دي كام؟ 9. مش ريشيو الفيات هي ريشيو الاراضي. الفولت زاد كم مره؟ 3 مرات. يبقى المقاومه تزيد كم مره؟ يبقى الخمسه تبقى 15. برضه صح. في طريقه ثالثه؟ قول قول. في على اي. اه قسمت 9 على 0.6 فطلعت ريزيستنس لينا 15. برضه صح. جدع. في مشكله في الكلام؟ شوف اي طريقه مناسبه لمخك. ولا طريقه؟ فهمتش اي حاجه. تاني. بص تاني. لو بتكلم لويندي انا بتكلم لويندي بتكلم روماني تقريبا مش عارف. بص يا معلم دي ديد. فالفولت هنا ب 12. الفولت هنا بكام؟ مفيش غير المقاومه دي. البطاريه مطلعه كام؟ ب 12. ادي اول معلومه. فانا حركت السلايدر لحد هنا ما بقتش كلها ديد، بقت الحته دي معايا. فقال لك الفولتميتر بيقرا 3. 3 من الاصل كام؟ يبقى دي هتاخد 9 فولت. حلو. في كذا طريقه اتصرف هنا. ممكن اقسم الفي على الار. هقسم السريع على كام؟ على 5. فهجيب الكرنت ماشي هنا هيطلع 0.6 امبير. 0.6 ده الاي توتال وانا معايا في توتال. فانا من حقي اقسم ده على ده. اجيب المقاومات كلها فقسمت تراك ب 20 فانا معايا منهم 5. فاضل كام على 20؟ يبقى الحته دي بكام؟ 15. بس ده اسهل طريق. اقسم الفي توتال على الاي توتال اجيب الارض كلها. فالارض كلها ب 20 دي خدت 5 دي تاخد كام؟ 15. هو كان عايز الحته دي. هو قال لك the value of the resistance taken from rheostat. يعني عايز قيمه اللي انا خدته من rheostat. عايز المقاومه دي بكام؟ 15. تمام؟ ده امتحان 23.
الدور الثاني مين يحل؟ اياد. تعالى اياد. بص اياد صاله عبيط قوي، عبيط عبيط يعني. اربعه صح، بس انا طالب غلبان مش فاهم حاجه، فبروح عليا. الكرم دخل هنا كام؟ حلو. دخل كام؟ دخل كام؟ يبقى كده خرج كام؟ فاضل كام؟ الحمد لله فاضل نص، يبقى هنا زيرو بوينت. حلو. مش دي تعتبر السيريس وبرج؟ الفولت قد الفولت 3 في 1، يبقى الفولت هنا بكام؟ 3. يبقى الحته دي ب 3، يبقى الفولت هنا برضه بكام؟ ب 3. طب لو انت شغال نسب ومركز، كان الكرنت ب 1 الكرنت ب هاف، والريزيستنس كانت 3 تبقى كام؟ 6. يبقى المقاومتين دول مع بعض بقوا 6، يبقى 6 ماينس 2 كام؟ بس يبقى الار ب 4. او ممكن تجيبها بالفولت تقسم 3 على 0.5 فيطلع 6. ال 6 دي السمشن اوف ار بلس 2، يبقى الار بكام؟ يبقى الار دي ايكوال 4، لان ال 6 دي عباره عن ار بلس 2، فدي تروح بالماينس. نرسمها، نرسمها. ادي 3 وادي مقاومتين، ونشتغل عادي تقليدي. دي بال 3 ماشي هنا 1 امبير، فهنا ماشي نص امبير، ودي ار ودي 2، فالفولت هنا ب 3، يبقى الفولت هنا ب 3. 3 على نص، يبقى الاثنين دول مع بعض بكام؟ ب 6. يبقى الار بكام؟ بس اهي خدنا الضرب. في مشكلة يا يوسف؟ في مشكلة ولا في البطيخ انت؟ فاهم يعني؟ ايه اللي طوق؟ طوق ايه؟ مش فاهمها؟ طب مش فاهم ايه في اللي انا رسمته؟ تاني داخل كام؟ 3.5. خرج من هنا كام؟ 2. وهنا 1، يبقى خرج كام؟ 3. 2 1 كام؟ فاضل كام؟ يبقى النص يمشي هنا. حلو؟ يبقى انا دلوقتي عندي في البرانش ده في ماشي هاف، ادي البرانش ده ماشي فيه كام؟ نص. فالفولت هنا 1 في 3 ب 3 فولت، ودول برر، يبقى الفولت هنا بكام؟ 3 برضه. طب انا معايا الفولت ومعايا الكارنت، لو قسمت 3 على هاف تطلع 6 على الكالكوليتر. 3 ديفايدد هاف تطلع كام؟ 6. طب الاثنين دول ب 6 ودي ب 2، يبقى اجيب كام؟ مجمع؟ بس اهو الحل يبقى فوق. ايه؟ مش كده ممكن تجيب الفولت ده؟ الفولت هنا بواحد، يبقى الفولت ده باتنين. ما الأربعة دي ريزيستنس. طب أأكد كلامي، الكرنت ماشي بنص، ولو قسمت ده على ده يطلع فور برضه، برضه صح؟ مفهومة؟ ماشي. خالد؟ ماشي. بص يا معلم، مين يحل؟ حل؟ تعالى مين؟ كان في فكره عندنا في المنهج اسمها معادلتين في مجهولين. معادلتين في مجهولين. فيجر الستريت سيل ويز انترنال ريزيستنس ار. ماشي. وين از كونكتد تو دو ديفرنت سيركت ايتش اندفيدولي. الاميتر كان بيقرا هنا كام؟ 1.2. طب وهنا بيقرا كام؟ 1. راح قال لك سو ذا فاليو اوف انترنال ريزيستنس، اعمل ايه؟ equation يعني، يبقى VB equal 1.2 I في 9 plus R. ادي اول equation. والثانية نفس الكلام، VB بس الكرنت كام؟ 1 في 11 plus. طب بعدين اعمل ايه؟ حلو، يعني الليفت هاند سايد والليفت هاند سايد، يبقى الرايت ايكوال رايت. فهقول كده 1.2 9 plus R. جبت لكم في كويز دي قبل كده، وادي 1 11 بلس ار. ممكن شفت سولف وخلصت، اللي بيحل بس يوزع ويحلها، فلما يحلها تطلع الار بكام؟ ب 1. اللي عايز يحل ماس هيقعد بقى يوزع، يوزع دي كده ودي كده، ويبدا يودي ويجيب. احلها ماس
نحلها؟ ماشي يا عم. ده في ده تطلع 10.8 بلس 1.2 ار ايكوال 11 بلس ار. دي تروح بالماينس يبقى 0.2، ودي برضو تروح بالماينس 0.2 ار، فال 0.2 تروح مع مين؟ فالار تطلع بواحد. في مشكلة؟ فالإجابة طبعا هتكون دي. في مشكلة في كم؟ ماشي يا موسى. امتحان مصر 24 السنة اللي فاتت، راجل محترم ده. اللي جاي كله أسئلة غالبيتها الناس ما شفتهاش قبل كده. إيه؟ طب استنى بس اللي جاي، الراجل ده. بيقول لك the figure represents a metallic conductor different cross sectional area. It was connected to terminals of battery in a closed circuit. يعني أنا مسكت القصة دي وصلتها ببطارية كده. خلي بالك دول مقاومتين، بس دي مقاومة صغنطوطة عشان المساحة كبيرة، ودي مقاومة تعتبر كبيرة عشان المساحة إيه؟ بس متوصلين إيه؟ سيريوس. فاللي بيفهم سرعة عبيط قوي. الفي بتساوي إيه؟ مين ثابت؟ عشان سيريوس. يبقى علاقة الفي بالآر. يبقى ريشيو الفيهات هي هي. زعل زعل المايك. زعل الكهرباء. ريشيو الفيهات هي هي. ريشيو الآر. يبقى في إيه على في بي؟ آر إيه على؟ بس خلاص. بس. تاني ايه؟ تاني ايه؟ تاني. حاضر، مش عارف ايه اللي مش مفهوم، تاني. حاضر، معايا سلكين. السلك ده مساحته كبيرة، والسلك ده مساحته ايه؟ صغيرة. متوصلين سيريوس. حلو، ورا بعض اهو. فهو قال لك ان هما كمان ايه؟ سيملينس، ما فرقتش. ان البارت ده قد البارت ده. هو عايز في ايه على في بي؟ في السيريوس ايه؟ في السيريوس اهو. الكارنت ماله؟ كارست. يبقى علاقة ال V بالآر. بس يبقى لما أقول V إيه على V B إيكوال بس هتطلع R إيه على بس. في ناس قعدت تفك يا عيني وربنا معاها بقى، يقول لي رو إي 1 على رو إي 2 ال 1 واريا 2 وبتاع، وعمال يلف ويروح ويجي مش عارف عايز إيه. الإجابات كلها أراد يا غبي، يعني ما فيهاش اريا، ما فيهاش لينز، فكل اللي هتعمله بس R إيه على R B وخدت الدرجة. ايه مش فاهمه؟ تاني مره. قصه حزينه اللي انا فيها ده. تاني مره. مش في قانون اسمه اومز لو؟ The figure represent a metallic conductor different cross sectional area. It was connected to terminal of a battery. يعني انا هوصل الاثنين دول ببطاريه. اتنين دول سيريس، مقتنع؟ ماشي. هنا كلوزد سيركت لونج ذات ذا لينس اوف بارت اي ايكوال بارت بي. هو بيخدعك، كل ده بيسرح بيك عشان ياخدك في حته مالهاش لازمه، ان انت تقول لي اللينس ايكوال فانا اشتغل ريشيو ار 1 على ار 2 وافك اريات. غلط. كل الاختيارات ريزيستنس، فهو المفروض تبقى فاهم ان الفي ايكوال اي في ار. في السيريس الاي ملوش لازمه، يبقى علاقه الفي بالار. بس تبقى هنا ار اي على ار بي، خلصت. بس في اي على في بي هي ار اي على بس. بس يعني مفيش اي حاجه. طب ودي اللي كاتبها والحركات دي كلها بيسرح بيك، بيسرح بيك بس. ده كان اول سؤال في الامتحان طبعا، في ناس اتسرح بيهم وقعد ربع ساعه في السؤال ومش بيلاقي اختيارات، مش بتطلع. جرب شعور ان انت تبقى اول سؤال في الثانويه العامه ومش عارف تحله. هتعمل على روحك، اقسم بالله هتعمل على روحك. اول سؤال في الثانويه العامه بسم الله بتستفتح، والله ده سؤال سهل بقى ورشي وتشمر، تلاقي نفسك مش عارف تحله. كارثه. هو بيلعب بالاعصاب. فاول سؤال حطوه في الامتحان كده طبعا، اللي ما خدش باله واتصرح بيه طبعا سحب وقت، ده اول شيء. ثانيا اعصابه باظت، اعصابه باظت، يعني حتى لو لحق نفسه بعد ربع ساعه وخد باله اهي، هو نفسه طلع بره المود. شكرا. كل اللي جاي ما هيبقى قاعد بيحل وهو متوتر جدا جدا. فالكارثه بقى اللي حصلت ان كمان الامتحان كان فيه غلطات. انت متخيل؟ يعني السؤال ده ما فيهوش غلطات، بس هو صرح بيك وانت بتحل فيه خمس ست اسئله كان فيهم غلطات. ففي ناس اصلا ممكن تكون اصلا يعني مش انظلمت، اتذبحت في الامتحان وهي شاطره. اتذبحوا لان هم اعصابهم بايظه.
من اول امتحان هو اتصرح بيه، وبعدين في اسئله فيها غلطات فقعد فيها مده زمنيه طويله، فطلع من اللجنه يقول لك انا في 10 20 سؤال ما حلتهمش. خباك امتحان الفيزيكس يعني بيختبر شخصيتك انت كشخص مش كماده علميه، انت قوي عصبيا ولا انت بتلوق؟ فانت بتلوق ممكن يحصل لك كارثه، فخلي بالك اه تركز. السؤال مش عارفه اعصابك هاديه في الثلاجه، اللي بعده مش مهم في الثلاجه ان شاء الله، حتى اول سؤال مش مهم، اللي بعده ربنا هيسهل لان هم 46، فممكن تعمل اول سؤالين ثلاثه تطلع بره مود اللجنه اصلا. خباكم القصه دي كان اول سؤال في الامتحان. بص اللي بعده، ان ذا جيفن فيجر الجراف ده ما بين مين ومين؟ ار وال. فمفروض يعني هتكتب القانون ار ايكوال ال على ايه؟ فده الواي اكسس وده الاكس اكسس، فانا هعمل ايه؟ هشيل ده مع ده. بعدين قال لي في السؤال ان هما سيميلر كروس سكشنال اريا، يبقى شيل الاريا، يبقى الاسلوب مين؟ الرو ايه؟ مين عنده اسلوب اعلى؟ اكس. نفس اللعبه تاني، اكس واي زد، يبقى رو اي اكس جريتر ذان رو اي واي رو اي زد، يبقى كوندكتيفيتي اكس ملبه هتملى واحده ليس ذان كوندكتيفيتي 1 كوندكتيفيتي زد، يبقى مين اعلى؟ كوندكتيفيتي زد دي الهايست. اني تشويز دي هيبقى سي، ده سهل مفيش حاجه، وجا شبهه قبل كده، ده رخم تحسن اللي فات تحل حل انت، ده كرشف ورخم لازم تفكر. فبص اول حاجه هنقف هنا، مين داخل النقطه؟ مين داخل النقطه؟ اي 1. مين خارج؟ ممكن نطلع اول ايكويشن، يبقى اي 1 ايكوال اي 2 بلس، مش هنحط على الاله فما ترتبش حاجه، لا ما ترتبش حاجه مش هيتحط على الاله. ما ده اللي بتكلم فيه، السنه اللي فاتت جابوا برده كرشوف رخم مش اللي انت متعود عليه، 3 ايكويشن وتحطه على الكالكوليتور، لازم تفكر هو عايز اي 1 كام من اي 2 او من اي 3 انا اسف. فهندور على لوب، لوب عايز تجيب لنا حاجه احنا يعني ايه نعرف نعمل ريليشن. انا عشان احل محتاج ده، ايه علاقته بده صح؟ يبقى انا عايز الغي مين؟ اي 2. بص بقى لو انت بصيت، بس بصيت اللوب دي فيها سحر، فيها سحر تحل لك السؤال اللوب دي، ولو اخترتش اللوب دي هتبقى الموضوع صعب. ليه؟ وانا بلف دخلت فين؟ بوزيتيف، وانا بلف دخلت فين؟ هيلغوا بعض فهتساعدك. فانت لو ما لقطتهاش بعينيك هتقعد تلف حوالين يا كيكه بقى، فاهم؟ تقعد تعمل محتليات وعمال تعمل لوب مش عارف تعمل حاجه. فلازم تاخد بالك وانت بتلف كده دخلت فين؟ بوزيتيف، وانا دخلت فين؟ هيلغوا بعض ايات. فبص لما تيجي تعمل ايكويشن 4 ار في اي 2 بوست، بعدين بلس 2 في بي، بعدين ماينس 2 في بي، بعدين ماينس 5 ار في اي 3 ايكوال مين يروح؟ حلو، وودي الناحيه الثانيه بقى 4 ار اي 2 بتساوي 5 ار اي 3، مش من حقي اشيل ار مع الار، فيطلع 4 اي 2 ايكوال 5 اي 3، وده اللي انا كنت عايزه، كنت عايز اعرف اي 2 كام من اي 3، فهودي ال 5 بالديفايدد بس ولا ال 4؟ ال 4 يبقى اي 2 بتساوي 5 على 4 اي 3. نعوض فين بقى؟ عشان نخلي المعادله كلها ايه؟ اي 1 وايه؟ اي 3، يبقى اي 2 تتشال وتحط كام؟ 5 على 4 اي 3 اهو، اجي فوق اكتب اهو اي 1 ايكوال 5 على 4 اي 3 بلس اي 3، هتجمع 1 بلس 5 اوفر 4 فتطلع 9 اوفر 4 اي 3 هي اي 1. 9 اوفر 4 يعني كام؟ المعلمه دي معناها 2.25، فالاجابه هتبقى دي. طب افرض مستر انا ما جاش دماغي الكلام ده، هتتليف. انا بقول لك بجد والله هتقعد تلف ويا عيني هتقول مساله ما بتتحلش. ايه؟ لو حته الصورة اهو، استمعني اهو جاي اهو، شلت اي 2
وحطيت بدله ده 5 over 4 بلس 1 اي 3 يعني 9 over 4 اي 3 فتطلع 9 over 4 يعني رقم. يا ابني جمعت يا ابني انا بعرف اجمع بمخي. انت اجمع الكالكوليتر 1 زائد 5 على 4 ما هي 1 دي معناها 4 على 4 فتبقى 9 على 4 الكالكوليتر الكالكوليتر 1 يعني 4 على 4 بلس 5 اوفر 4 تطلع 9 اوفر 9 اوفر 4 يبقى 2.25 ماشي؟ ايه؟ بس هيبقى فيها انون في بي وفي بي وار وار مش هتعرف تحل. جربها كده امسك ورقه قلم جربها مش تطلع. حتى وياك هو ده اللي هيجي في دماغك. الطبيعي الناس وهي في اللجنه هيجي في دماغها تعمل ده. فمش هتجيب حاجه. ما اعتقد انهي ايكويشن ثانيه بقى؟ ما هو هنا لو لفيت الفي بي هتروح مع الفي بي. لو عمل لوب من هنا هيتبقى في بي بس اصعب 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 كتير. هي تيجي بس اصعب هتخش في ماس كتير. هي اسهل حاجه اللوب دي. ايه بفكر اعمل ان انا اللي بره دي مع اللي تحت هتعمل لوب من بره خالص وبعدين لوب هنا ماشي. بس هيبقى عندك معادلتين واقعد بقى في الكوم سمبليفاي. انا جبت معادله واحده طلعت منها اي 2 علاقتها بيه وعوضت في كيس هنا. ما هو المفروض انت في اللجنه عشان ده سؤال حلو ده سؤال حلو. انا في اللجنه ببص قبل ما امسك القلم يعني يخلي ده يشتغل قبل القلم. لقيت 2 في بي و2 في بي اكيد هو مش حاططها لولا بوطن. وما تقوليش افرض ما خدتش بالي هو قاصد عشان يعني يخليك لازم تاخد بالك ما خدتش بالك يبقى شيل بقى شيل. مش فاهم حاجه. الاسئله العاديه بيبقى كل ده نون بكل دي ارقام يبقى المجهول اي 1 واي 2 اي 3 بس هنا المساله كلها نون. هل في رقم عندك اصلا؟ دي كلها رموز فانت لازم تعرف ان السؤال فيه تركايه بس هي في دخله كده تخلص لك السؤال ماشي؟ وما تقوليش ما جاتش في دماغي هو اللي حاطط السؤال عايزك تبقى مركز. هو بيختار طالب ثانويه عامه عايز يبقى دكتور او عايز يبقى مهندس فما تقوليش ما جاتش في دماغي. لا لازم تيجي هو حاططها لك هو 2 في بي و2 في بي. مفهوم الكلام ده؟ ولا عدة تاني؟ مفهوم يا شباب؟ خدكم امتحان السنه اللي فاتت اهو والله العظيم ما بكذب والله العظيم كان بيخاطب نسبه كبيره طالب علم رياضه. والله العظيم ما بكذب او على الاقل طالب علم علوم بس طالب علم علوم شاطر في الماس. ماليش دعوه بالتيشر انا ضعيف هو اللي حط الامتحان كان بيعمل كده. الاسئله كلها فيها ماس الاسئله كلها فيها منتال الاسئله كلها عايزه دماغ شغاله. بعيدا عن الغلطات كمان يعني بعيدا عن قصه الكارثه دي الاسئله حتى لو حاططها فيها رياضه كتير او زي ما انتم شايفين مش مباشره مش طبيعيه مش النمط اللي انت متعود عليه. يعني في ناس داخله بانماط معينه كرشف ثلاث معادلات يلا الكلك نطلع ما لا اي نمط انت متعود عليه هو رماه على جنب انا هجيب نمط ثاني. فاي حد كان مسيستم ما بيفكرش الامتحان بالنسبه له كان مستحيل. يعني كان في ناس طالعه من اللجنه نفس اللجنه ونفس الامتحان ناس بتقول الامتحان سهل قوي ناس بتقول امتحان صعب قوي في ناس بتعيط في ناس مبسوطه. بس انا بقوله لك ده لو الامتحان كان بيخاطب فئه كويسه في الرياضه. طب انا مش كويس في الرياضه مش انا مش احمد صلاح حط امتحان مش قصتي انا. انا بقول لك اللي بيحصل وبخليك تحاول يعني تستعد للقصه دي. امتحان الثانويه العامه بيجي فيه ماس كتير فلازم تستعد له وما بيجيش سهل ما بيجيش مباشر. فلو سمحتوا لو سمحتوا تحل كتير وما تقوليش اصل انا ماليش الماس ما بعرفش اعمل الكلام ده لازم تتعلم. ما تقوليش انا هاخد بالي منين؟ ركز اتدرب فكر حاول ده يشتغل شويه. ماشي؟ بص لبعض. سؤال وسؤالين ده سهل يعني ده بسيط مين حلو؟ اختار حد جديد انت. ايوه انت. اه بص يلا معاك كام رسمه؟ ثلاثة. عايز اجيب ار اكويفلنت لكل واحد. بص واحده واحده دول ايه؟ بارل 2 ار بارل مع ار تطلع 2 اوفر 3 ماشي بلس ار فتطلع 5 اوفر 3 يعني تقريبا 1.67 اللي هيحسب دي هتطلع كده. طب هنا ار وار نص ار بلس يبقى كام؟
2.5 يبقى هنا عندي 2.5. طب دي 3 و6 بتطلع 2 ار اللي هي مقاومه ونصها الحل، فتبقى 2 ار مع ار يعني دي كام؟ انهي جمله صح؟ هل اكس قد واي؟ استحاله. طب اكس اصغر من واي؟ لا برضو غلط. طب زد اصغر من اكس؟ غلط. زد اكبر واحد، فالاجابه هتبقى دي. ده سؤال بسيط مفيش حاجه، في مشكله؟ ده بسيط مفيش حاجه خالص، ده سافل، ده صح على غلط اصلا. اطلع بره. عايز ايه؟ ان شاء الله اقل بس افهمه. بس بص يا معلم، مين يحل؟ عايز واحد شاطر، واحد شاطر قوي يعني بيفهم. بس ما تحل. بص يا اسمعنا، معايا كام باتري؟ 2. دي بتزق كده ودي بتحاول تزق كده، مين يغلب؟ الكبير. يعني دي هتبقى ديس تشارج، بس دي تشارجنج صح؟ عشان نبقى فاهمين من الاول ان الفولتميتر على باتري تشارجنج. في مشكله؟ حلو، هتحلها مره والكي اوبن ومره والكي كلوزد. فانا هشد خط كده، ربنا يكرم، هحلها مره والكي اوبن. فدي مش معايا، هيبقى عندي كام؟ 2 ار بلس، ادي كده 3 ار بلس ار 4 ار، عشان خاطري في ار كمان 5 وواحده كمان، فهتبقى الاي في بي. في بي جت منين يا مستر؟ هي المفروض 2 في بي ماينس في بي، يعني في بي واحد على 6 ار، على كام؟ 6 ار، فيطلع ان الكرنت في بي على 6 ار. بص بقى القرف اللي جاي بقى، يعني دي يعني اصعب حته. الفولتميتر يقرا ايه؟ الفولتميتر ده على تشارجنج، فهيقرا في بي بلس اي ار. كل الناس نسل بقى، في كمان ار اكسترنال، يعني بلس اي ار كمان. ليه؟ عندك كم مقاومه هنا؟ في واحده انترنال بار وفي واحده اكسترنال كمان بكام؟ يبقى انت عندك كام ريزيستنس؟ فهتبقى في ايكوال في بي بلس بلس اي ار. طبعا ما خدش بالي انها تشارجنج، عملها ماينس صفر، واللي نسى الار الثانيه عملها بلس اي ار واحده صفر. انا بقول لك بقى خلي بالك الحته دي، الفولتميتر هيقرا في بي بلس اي ار بلس اي ار. ماشي؟ انتوا فاهمين بقول ايه؟ هنعوض بقى. بص يعني، وكمان هتشيل دي تحط بدل ايه؟ ار كبيره، لان الار الصغيره بتساوي ايه؟ يعني هيبقى عندك كام من القصه دي لما اجمع؟ يعني هتبقى الفي ايكوال في بي بلس 2 اي ار. اشيل الاي واحط مين بقى؟ في بي على 6 ار. فهو جاي ماسح كده، احط براكت وادي ار، فتبقى هنا في بي على 6 ار، فنشيل ار مع مين؟ حلو، 2 على 6 بتلت، فتقوم جاي حاسب في بي يعني 1 بلس 2 على 6 يعني تلت، 1 زي التلت تطلع 4 اوفر 3 في بي، يعني تطلع الاجابه دي. تاني اهو، تاني اهو الحته دي، تاني تاني اهو، في ايكوال في بي، شغل بقى، في ايكوال في بي بلس اي ار، عشان دي تشارجنج. في مشكله؟ في كمان مقاومه ثانيه، موتور ريزيستورز، يعني هنا بلس اي ار. ماشي؟ طب مستر ليه بلس؟ لو انت بتفهم قوي تقول لي كده اهو. بص، في بطاريه وفي ريزيستنس وفي ريزيستنس، فالكرنت جاي كده، الكرنت بيمشي من هاي للو، من هاي للو، من هاي للو، يبقى هنا خساره وهنا خساره وهنا خساره، ثلاثه ايه؟ خساره، يبقى الثلاثه ايه؟ بلس، مفيش واحده ماينس، مفيش واحده مكسب وخساره. فاهم القصه؟ فعشان كده هتبقى في ايكوال في بي بلس اي ار بلس اي ار. وطبعا السمول هو مدالك بكام؟ بار كابيتال، فممكن اجمعهم 2 ار في اي، يبقى امسح كده اهي 2 اي في ار، فهيبقى في بي بلس 2، اشيل الاي واحط في بي على كام؟
في بي على 6 ار تايمز في اللي يحصل؟ هنشيل الار مع الار، هيبقى 2 على 6 يعني 3 1 اوفر 3 بلس 1، فتطلع الاجابه 4 اوفر 3 في بي. 4 اوفر 3 في بي. ده كده نص الاول، ما حلتش السؤال لسه. ده كده نص الاول 4 اوفر 3 في بي. طب بعدين بقى لما اعيد السؤال تاني افتر، يعني في حاله الكلوز ايه اللي هيتغير؟ دول بقوا ايه؟ دول بقوا ايه؟ يعني بقوا ار، جمع لي كل الريزيستنس ار وار 2 3 4 5، فهتبقى الاي في بي على كام؟ 5 ار. هتعوض ايه هي في نفس القصه دي؟ فالفي ايكوال في بي بلس في بي على 5 ار، ده الاي يتضرب في ايه؟ في 2 ار. ايه اللي يحصل؟ هتشيل الار مع الار، هيبقى مين؟ هتشيل الار مع الار، هيبقى مين؟ 2 في بي اوفر 5 بلس 1، يعني هيبقى كده 2 على 5 بلس في بي، فتطلع 7 اوفر 5 في بي. ده اصعب سؤال جه في امتحان الثانويه العامه السنه اللي فاتت، مش شطران بس، ده اصعب سؤال في الامتحان كله. ايه؟ بقول لك اصعب سؤال في الامتحان كله، السؤال مش سهل يعني. في موجهين بيغلطوا فيه يعني. الحل هيطلع بيه. ايه اخر حته؟ يا ابني هيبقى 2 على 5 بلس 1. ما هو كده كده القانون 2 اي ار، فالاي اهو لازم يتضرب في 2 ار عشان هم ارين. ايوه ايه يعني ايه الفي؟ انا حلها مرتين، حل السؤال مرتين اسوي ايه؟ السؤال اتحل مرتين. تحل في المكان ده السؤال في ورقه ايه؟ تاني يا عم تاني اهو، اصغر خط الاحمر لتحت اهو كلوز. بص يا ولاد، بص يا معلم، خلاص يا رجاله مش عايز صوت. بسم الله. الاي هيبقى في بي على 5 ار، في مشكله؟ فالفولتميتر هيقرا في بي بلس 2 اي ار، صح؟ الاي اشيل احط كام؟ في بي على 5 ار، فالار تروح مع مين؟ فيبقى 2 على 5 في بي بلس في بي، يعني 1 بلس 2 على 5، على الكالكوليتر تطلع 7 على 5 في بي، تمام؟ فالاجابه هتبقى بي ايه؟ مكسب خسارة؟ هو كلهم خسارة. تاني تاني اهو، أنا عندي بطارية وايد ريزيستنس وايد ريزيستنس، فالمفروض وأنا جاي كده الكرنت بيمشي من هاي للو اهو، ودي خسارة، من هاي للو خسارة، من هاي للو خسارة عشان دخلت على البطارية بوست، فالتلاتة زي بعض، يبقى التلاتة بلس، مش كده في بي بلس اي ار بلس اي ار. الناس كلها بتنسى دي او بيعملوها العكس ماينس، غلط، ولا ماينس ولا تنسى، في ثلاثه كومبوننت الفولتميتر بيقرا المجموع بتاعها. مين دي؟ ممكن تعتبرها مع الانترنال او تعتبر الانترنال اكسترنال وجمع خلاص، اكن في مقاومه واحده باتنين ار وخلاص، مفهومه؟ الحمد لله. سؤال علقه صوره؟ صور يا عم صوم، بجيب ميه مش هاخد صوم. مين يا حلو؟ ده السؤال المقالي اللي جه السنه اللي فاتت، اختار حد جديد. لا غيرك 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 برضه، كل ده رفع ايديهم قبل كده. لا رفع ايده تحل الراجل ده، ما حلش. ده السؤال المقالي، ها فنشوف صعب ولا سهل. لا سهل. طب شوف، طب خلاص يا رجاله مش عايز صوت. In the shown electric circuit when closing K1 and K3
فلتر اتنين دول اونلي يعني دي ديد يعني الكرنت هيطلع كده بص هيمشي كده بس مفيش اللي في النص هل دي محتاجه كرشوف ولا دي بطاريه واحده فكل اللي عمله اقول ايه في بي بتساوي الكرنت بكام 0.8 فار بلس 1 اللي هي الانترنال بس في مشكله يا ابني اوبن اوبن ما قفلتهاش بيت الحشيش يا رب بص تاني حاجه همسح اللي عملته وكانها مساله جديده قال لك وين كلوزنج كي 2 اند كي 3 قفلت ده وقفلت ده اونلي يعني ده مش معايا اللي فوق الكرنت هيطلع ازاي؟ هيطلع من هنا هيمشي كده حلو بس مش تعمل ايكويشن واحده برضه قول بقى الايكويشن كده في بي يكون قال لك الكرنت مكان ما يبقى 0.6 في ار بلس 2 جابا معادلتين في مجهولين خلصت هتعمل ايه؟ ما دام ده هو ده يبقى ده يساوي حلو تعال على جنبه يبقى 0.8 ار بلس 1 ايكوال 0.6 ار بلس 2 نعمل ايه؟ نحل مقاس شيفت سولف يا عم شيفت سولف تطلع بكام؟ حد حلها؟ تطلع باتنين دي الار بس هو كان عايز ايه السؤال؟ لو انا جبت الار نرجع نعوض فين؟ في اي واحد بص لو انا عوضت مثلا في اللي تحت فالار باتنين اتنين بلس اتنين كام؟ يبقى 4 تايمز فهتطلع 2.4 فولتج هل ده سؤال صعب؟ ده مقالي السنه اللي فاتت السؤال ما فيهوش حاجه معادله ومعادله وحلهم مع بعض تو كيسز تاني يا يحيى وتاني يا علي عايز ايه يا يحيى؟ جت ده تايمز ده عوض تاني 2 بلس 2 4 تايمز انت مره هتقفل عليه كي 1 وكي 3 بس فهتبقى السيركت كده من بره تبقى في بي بتساوي اي بص بص تاني اهو ما قلناش حاجه تعالى معانا اهو همشي كده ده يتقفل ده مش معانا 0.8 في ار بلس 1 تاني مره قال لك لا اقفل كي 2 كي 3 يعني اقفل كي 2 وكي 3 فالكرنت هيطلع من هنا هيلف كده بس كده فتبقى في بي ايكوال 0.6 كرنت في ار بلس 2 دول التو ايكويشن وحل في مشكله؟ ماشي بص اللي بعده الدور الثاني بقى مقالي الدور الثاني مين يحل؟ حليت انت خالد انت حليت؟ تحل خالد بص خالد في الدور الثاني السنه اللي فاتت ده بقى من كام شهر؟ ده من شهر حرفين شهر او شهر ونص بيقول لك باتري وفي الكتروموتيف فورس كام؟ كام خالد؟ ادي ارسم اهو وانترنال ريزيستنس ب 2 كونكتد ويز ريزيستور ار اهي ادي ار والبطاريه 18 ترسم كده والانترنال ب 2 فقال لك البوتنشال ديفرنس بتوين ذا بولز اوف ذا باتري 12 يعني ايه بقى؟ يعني هو كاني حاطط فولتميتر كده فالفولتميتر ده بيقرا كام؟ بيقرا 12 وده اسمه فرق الجهد ما بين اقطاب البطاريه. طب لو الفولتميتر قال 12 يبقى والانترنال ب 2 يبقى الفولت اللي خدته الانترنال يبقى 6 صح؟ او تكتبها معادله هو في ايكوال في بي ماينس فدي تبقى 12 وادي 18 ماينس اي ار فتطلع كده اهو هتودي دي بالبوزيتيف وهات بالنيجاتيف اي ار ايكوال كام؟ 6 الار اصلا بقى بكام اصلا؟ فيبقى اي تايمز 2 ايكوال 6 يبقى الاي ب 3 كده انا طلعت بمعلومه لازم اكمل عليها يعني السيركت دي ماشي فيها كرنت ب 3 امبير ال 12 فولتج راحوا لمين؟ اتوزعت على الار بس عشان ما فيش غيرها جدع يعني اللي هيوصل هنا 12 فولت طب اقدر اجيب الريزيستنس فتطلع الار بكام؟
12 على 3 تطلع 4. لسه ما حلتش، انا جبت ان الريزيستنس 4 عشان ده خط وحل وين كلوزنج ذا كي او اي اند كان تشينج. بقى قال لك اف ريزيستور ار از كونكتد بارل تو انذر ريزيستور 12، يعني دي لوحدها ولا نحط معاها واحده بارل؟ واحده بارل. ترسم تاني، ادي بطاريه وادي ريزيستنس، حط معاها واحده بارل. طب احنا جبناها بكام؟ ب 4، واللي حطيناها بارل معاها بكام؟ ب 12. البطاريه اصلا بكام؟ 18. والانترنال ب 2. حل المساله بقى كده، مساله من الاول. فبيقول لك احسب لي الكرنت انتنسيتي ان سكند كيس. الار ايكويفالنت يعني دول كده بكام؟ مقاومه ايه دي؟ تلتها. مقاومه تلتها الحل. يبقى الار ايكويفالنت ب 3، يبقى الار توتال ب 5 اللي هي بلس 2، يبقى الاي يساوي ايه؟ هيساوي 18 على 5، فتطلع 3.6 امبير. سؤال مركب، الحته الاولى بتجيب ايه؟ ريزيستنس، والحته الثانيه تبدا تحل. مفهوم ولا اقول له تاني؟ مفهوم؟ يا جدعان كل امتحان ثانوي عام بيختبر الحته دي، حوار التيرمينال فولتج، عشان في ناس لغايه دلوقتي مش فاهمه. لما يقول لك البطاريه 18 بس الفولتميتر قرا 12، فده معناه ان المقاومه اللي جوه سحبت جزء، والرقم اللي هو اداه لك ده اللي راح لبره. يعني لازم تبقى اللي بره هياخد كام؟ 12 فولت وتكمل. فساعتها هعرف بقى ان معايا هنا 12 ومعايا كرنت، اجيب ريزيستنس واكمل. هي التيرمينال هي البولز. لما يقول البوتنشال ديفرنس بتوين بولز اوف باتري، هي البوتنشال ديفرنس بتوين تيرمينالز اوف باتري. هي نفس الجمله. معناها على طول يبقى الفي اكسترنال يبقى في ايكوال في بي ماينس، ده معناه ان ده الفولت اللي هيوصل لبره. فما فيش بره غير واحده، يبقى هيوصل لها كام؟ 12. في مشكله؟ بص ده سؤال تفكير بقى اللي جاي. لا ده سهل لسه، بعد الجاي. مين يحل ده؟ محمد علاء. تحل؟ تعالى محمد علاء. في الدور الثاني بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت الكتريك سيركت. الفولتميتر بيقرا 4. كمل. يبقى الامبير بكام؟ ب 2 جدع. يبقى الامبير ب 2 امبير اللي هو 4 ديفايدد 2. حلو. يبقى الفولت هنا بكام؟ ب 6. طب ما في انترنال كمان. 1 في 2 يبقى دي خدت كام؟ 2 فولت. يبقى البطاريه كلها مطلعه كام؟ مطلعه 12. دي طريقه. في طريقه ثانيه، واحد ثاني يقول لك لا انا هعوض بالقوانين في بي ايكوال اي في براكت ار ايكويفالنت بلس، فالاي جبناه ب 2، المقاومات كلها بكام؟ 2 3 كام؟ 5. والانترنال فهتطلع برده كام؟ 12. جمعت الفيات صح، حسبت له القانون صح. ثم راح قال لك انا عايز البوتنشال ديفرنس اللي على ال 3 اوم، امسح بقى كل اللي انت جايبه ده ما عدا الفي بي، حط فولتميتر هنا. When the switch is closed كده في سلك فاضي، في حاجة ديد. مين ديد؟ التو ديد صح؟ عشان بارل معاه سلك فاضي. عيد المسألة من الأول بقى، هات لي اي تاني. مين على مين؟ 12 على كام؟ على 3 بلس 1، فتطلع 3 امبير لانها 12 ديفايدد 4. ماشي، جبنا الكرنت، الفولتميتر كده على ريزيستنس، وماشي هنا 3 امبير، فالفي بيساوي اي في ار، يبقى 3 تايمز كام؟ فتطلع 9 فولتج. في مشكله؟ السؤال ما فيهوش قوانين، في فين؟ بيقول لك ان ذا الكتريك سيركت شون which of the following choices represents the possible equivalent resistance. اللي يعرف كمان يحل معايا. أنا واحدة بوسيبل، يعني ايه بوسيبل؟ ممكنة. لازم ايه؟ ليه؟ استنى بس يا طول. ليه لازم اجبر ب 20؟ لا قول انت. هنا عندي ريزيستنس بكام؟ دي سيريس ولا بارل؟ سيريس، وفي اتنين بارل صح؟ فالار ايكويفالنت هتبقى 20
بلس حاجات صح؟ كل قاعة مش هتبقى 20 بلس رقم؟ يبقى لازم تطلع أكبر ولا أصغر من 20؟ أكبر. أستبعد مين؟ يبقى إيه غلط؟ مش إيه غلط؟ حلو؟ إنها تبقى 20 بلس حاجة تطلع 40؟ ينفع تبقى 40؟ اللي بيفهم نظري يقول لي استحالة. ليه استحالة؟ لأن في البارل لما تقول 20 بارل مع حاجة لازم تطلع أقل من أقل واحدة. إن شاء الله هنا حطيت مليون، نص مليون أهو، 1 مليون. 1 مليون بارل مع 20 تطلع كام؟ لسه 20. فهيطلع رقم أصغر من 20. فلما أجمع 20 مع رقم مثلا أصغر من 20، 10 مثلا، 17، 15، هل يدي 40؟ ولا استحالة؟ استحالة، ده رقم مستحيل، أيا كان اللي أنت هتحطه هنا مستحيل. حطيت واحد. 20 بارل مع 1 هتبقى لزان 1 يعني تطلع 0.6 مثلا 0.7. لما تجمعها بلس 20 استحاله تطلع 40. ف 40 دي اجابه مستحيله لو انت بتفهم. اجابه ايه؟ مستحيله. فدي غلط. يبقى ايه الاحتمال الوحيد الصح؟ 25 بس اللي يجي في دماغه. انا عجبني السؤال ده، جاب دور الثاني السنه اللي فاتت، عايز واحد بيفهم. تخيل جايبه الناس ساقطه. بص ناس ما سقطتش ومش فاهم حاجه اصلا، انا متاكد. ايه؟ تاني من الاول، من الاول تاني. بص بيقول ايه؟ انا مسكت تشيل قلم، مسكت تشيل قلم. بص بيقول ايه؟ In the electric circuit shown، في الدايرة دي مين من الاختيارات الممكنة تبقى صح كمقاومة مكافئة؟ مين ممكن يعني؟ فهو جايب لك واحدة ب 20، فاللي بيفهم هيقول لي الار ايكويفلنت هتساوي 20 بلس، صح؟ بلس كام بقى؟ انا مش عارف، بس في رقم هيطلع هنا يعني. فبسم الله كده الإجابة ينفع تطلع مور ذان ولا ليس ذان 20؟ أكيد مور ذان، فيبقى أكيد ال 19 غلط، وأكيد ال 15 يبقى لي كام؟ 25 ولا 40؟ استحالة تطلع 40، لأن استحالة الناتج ده يدي 20. ليه بقى؟ لأن هو قاصد يحط لك هنا 20 ورقم. فاللي فاهم بارل أي مقاومتين بارل لازم تطلع أصغر من أصغر واحدة فيهم. فلو فرضت مثلا يعني دي 20، 20 و20 كام؟ 10، ما يطلعش 40 لانها تبقى 10 و20. طب واحد يقول لي خليها اكبر، خليها يا عم مثلا 100. طب 120 تطلع كام؟ مقاومه وخمسها الحل تطلع 16 مش عارف بوينت 16. لما اجمع ال 20 عمرها ما تدي 40. افرض اي حاجه حطها يا عم بخمسه، 20 و5 بتدي كام؟ تدي 4. هتلاقي 4 بلس 20 ينفع تطلع 40؟ استحاله، لان ما دام هنا في 20 يبقى الرقم هيطلع اصغر من 20، فاستحاله تبقى 40. يبقى بالاستبعاد دي غلط. يبقى فاضل مين؟ بس يا سؤال بيتحل بالاحتمالات، انت عايزين تجرب. لازم بصراحه على الاقل يجي سؤال وسؤالين كده، خلي بالك يشوفك فاهم ولا لا. نظري من غير قوانين، فاهم؟ ماشي، في مشكله في السؤال ده؟ بص اللي بعده. سؤال سهل برضه، سؤال سهل حلو يا ابراهيم. لوب واحد هي لفه بروته بس، بيقول لك يوزنج كيرشوفز لو ويتش ايكويشن فروم ذا فولوينج از كوريكت. لف ازاي؟ كلوك ولا انت؟ يا عم تعال لف كلوك، تعال لف كلوك وانا بلف اهو، مع ولا عكس؟ مع ولا عكس؟ بوزيتيف 3 اي 2 وانا بلف دخلت في ال، يبقى نيجاتيف في بي. ركز بعدين، وانا بلف مين الكرنت اللي ماشي هنا بقى؟ اي 3 جاي كده معايا ولا عكسي؟ مع ولا عكس؟ يبقى ماينس 5 اي 3. بعدين وانا بلف كده دخلت فين؟ يبقى نيجاتيف كام؟ 2 في بي ايكوال. حلو، رتبها كده ابراهيم. 3 اي 2 ماينس 5 اي 3 دول بنيجاتيف 3 يبقى ايكوال 3 في بي. هل الايكويشن دي موجوده عندك؟ انهي واحده؟ سي بس، خلاص هو مش عايز اكتر من كده، بس كده يا عم. يا ريت الامتحان يجي كده، يا ريت والله يجي كده. ايه تاني؟ ايه حاضر يا حاضر تاني. انا لفيت لفه واحده تاني اهو، وانا بلف اهو مع الكرنت ولا عكسه؟ يبقى
يبقى بوزيتيف 3 اي 2 بعدين دخلت في دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي العصايه الكبيره ولا الصغيره؟ ما تشلنيش. دي العصايه ليه؟ الصغيره يبقى دي النيجاتيف. يبقى انت دخلت نيجاتيف في بي. بعدين وانت بتلف اهو الكرنت جاي العكس. ماينس 5 اي 3 بعدين ماينس 2 في بي ايكوال ال 2 في بي وال 1 في بي بنيجاتيف 3 لما تروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 3 بوزيتيف 3 في بي. انا قديت بس دول حلو بس يبقى 3 اي 2 ماينس 5 اي 3 ايكوال 3 في بي. في مشكله؟ ماشي. السؤال قبل الاخير مين يحل؟ شخص جديد. انا شخص جديد شخص ما ينفعش فيه ما هو نفس الاشخاص. لا ده ما حلش ده وزياد ما حلش بقى. لا ده انت الاول. اسمك ايه؟ بص يا يوسف بس يا بس حبيبي بيقول لك when increasing temperature of a conductor A B دي حته خدناها في لسون 1. لو التمبريتشر زادت الرو اي بتزيد فالريزيستنس حلو بيخدعك. ليه بيخدعك؟ بيقول لك ان فيجر 2 يعني هو كان السلك هنا انا سخنته هنا لكني حطيت كده مثلا ايه لمبه يعني قعدت اسخنها ما حطيتش اي حاجه. ففي ناس تتخدع تقول لي الار اعلى في او اعلى ياخد صفر. ليه بقى؟ هل في كذا ريزيستور ولا واحده؟ طب في انترنال؟ مفيش انترنال يعني الدايره كلها مفيش غير دي. فالبطاريه مطلعه كام؟ 6 فولت. يبقى دي هتاخد كام فولت؟ 6. مهما الار زادت هتفضل 6 ولا تزيد ولا تقل. فالاجابه ان في 2 هي هي لما تسخن سلك او كوندكتور او ريزيستور التسخين ده بيؤدي لايه؟ لزياده الريسستيفيتي. زياده درجه الحراره تؤدي لزياده الريسستيفيتي. فدي تؤدي لزياده ايه؟ انكريز الريزيستنس. ماشي؟ مفيش انترنال يعني اقول كده 6 بتساوي اي في ار. في ايكوال ايه؟ اي في ار. لو الار زادت الكرنت بس يفضل الفي ايه؟ كونستنت عشان مفيش غيره. ده في بي يعني الفولت اللي هنا هو الفي بي. فهو بيسالك في 2 هيبقى ايه علاقته بفي 1؟ في 1 بيقرا ايه هنا؟ ما هو دي 6 يبقى هيوصل هنا 6 ففي 1 بيقرا 6. هل في 2 زاد ولا؟ ولا في 2 لسه زي ما هو بيقرا 6؟ فاهم؟ فيبقى ايه علاقه في 1 بفي 2؟ ايكوال. عشان هو سؤال بسيط الار انترنال مش موجوده فالتسخين ما ياثرش. ما هو ده الاصعب بقى ده اللي هجيبه انا. لو انا دي مش زيرو لو دي مش زيرو يا معلم هتمسح كل اللي انا كاتبه ده وكل اللي انا كاتبه ده هيبقى غلط. يعني اللي هيعمل كده ياخد صفر. انا بقول اهو بص بقى لو الار انترنال نوت ايكوال زيرو ده معناه ان في مقاومه هنا يبقى عندك كام ريزيستنس؟ ساعتها تقول لي الار اعلى لان بقى في مقاومتين. لو دي نصيبها زاد الثانيه نصيبها يقل. فاللي هيحصل سخنت الريسستيفيتي يحصلها ايه؟ فالار يحصلها ايه؟ فهنا لما الار تزيد الفولت يبقى في 2 زاد يبقى هيبقى في 2 جريتر ذان في 1. بس لو الار انترنال نوت ايكوال زيرو طبعا السؤال تاني اهو هو ما كانش كده. السؤال عندك اجابته هتبقى ايه؟ السؤال عندك اجابته تبقى ايه؟ هتبقى دي لقينا كونستنت 6 فولت 6 فولت ف V1 ايكوال V2 ايه؟ الفولت قل فوق الفولت يزيد اه بتاع الانترنال عايزين اخر سؤال. حد عنده اعتراض على كام؟ عايز ايه؟ حد عنده اعتراض؟ اشرح تاني؟ فهمت يا فارس؟ فهمت تاني؟ طب حلو يا فارس اخر سؤال سهل المفروض سهل يعني يلا بس كده هم حابين القعده فاهم؟ القعده حلوه. نحل طب ولا نروح؟ مش هنروح هنحل.
يلا ريليشن ما بين مين ومين؟ ايه؟ صح صح ثواني بس انا طالب ضعيف معلش تعالى يلا حلو القانون بيقول ايه؟ رو ايه؟ حلو مين عندي؟ يبقى مين السلوب؟ اللي فاضل بقى رو ايه على حلو بصوا على واحده بقى قال لك في السؤال ان هما سيم كروس سيكشنال اريا يبقى نشيل الايه يا عم اهو يبقى الاسلوب مين؟ مين عنده رو ايه بي عشان عنده سيتا اكبر يبقى رو اي بي جريتر ذان رو اي ايه لو انا قلت كوندكتيفيتي كوندكتيفيتي بي تبقى لزن ايه صح؟ يعني ايه اكبر؟ يبقى انهي جرافات صح؟ بص شكل ثلاثه في الريسستيفيتي ريسستيفيتي بي اعلى يبقى صح ده بي اعلى من ايه؟ بي اعلى من ايه؟ طب في الكوندكتيفيتي لازم تبقى ايه اعلى من بي يبقى ده؟ هتبقى كوندكتيفيتي جريتر ذان كوندكتيفيتي في مشكله في الكلام ده؟ هتبقى دي خلاص يا وحش خلاص شكرا شكرا خلاص خلاص عايز ايه؟ يا ابني خلاص بس بس طب اللي واقف بس ثانية واحدة ثانية واحدة هقول جملة هقول كلمة وناس تقول ورايا ماشي؟ هقول كلمة كده تعرفين اقول ايه بس عايزة صوت عالي ماشي؟ يلا واحد اثنين استنى بس تعمل ايه؟ يلا طب يلا واحد اثنين ثلاثة الهندسة احنا دفعة 25